مشاهدي الكرام، اهلا بكم ولقاء متجدد مع ما وراء الاحداث وحلقه النهارده الاثنين 18 فبراير 2013. وما زالت الاحداث متدفقه ومتتاليه ومتلاحقه. يمكن ابرز الاحداث النهارده الحقيقه في خلافات ما بين حزب النور وما بين الرئاسه، وايضا معانا هيكون هنتطرق لايه اللي حصل بالظبط في كنيسه الفيوم وايه الحقيقه وراء الامر، وبالرغم من انه الكاهن والاساقفه بينكروا ان في حاجه، لكن هنعرف بالظبط الحقيقه فين. كمان القانون بالنسبه للحكم الدستوريه العليا بالنسبه لقانون الانتخابات، عندنا من الحاجات المميزه جدا النهارده في حلقتنا الحقيقه، ويمكن احنا بنقول دايما نصلي من اجل هذا الامر، وده اللي هنبتدي بيه معاكم النهارده، هو الاجتماع اللي كان ما بين الكنائس علشان خاطر وحده الكنائس او تاسيس مجلس الكنائس المصريه. كان اعلن نيافه او قداسه البابا تاودروس الاربع الماضي ان هيكون في اجتماع يوم الاثنين، وبالفعل النهارده كان الاجتماع وتم الاعلان عن تاسيس مجلس الكنائس المصريه. الاعلان عن تاسيس مجلس الكنائس المصريه، والبابا تودروس بيقول المجلس سيحفظ لكل كنيسه خصوصيتها، والدكتور صفوت البياضي بيقول كان حلما واصبح حقيقه، وبطريرك الكاثوليك بيقول هناك تحديات سنواجهها ولا بد ان نكون واعين. أعرب قداسة البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن سعادته بتأسيس مجلس كنائس مصر، مشيرا إلى أن التاريخ يسجل هذا اليوم، موضحا أن هذه الخطوة تأخرت منذ سنوات. نشكر الله على أن هذه الفكرة التي بدأت مع المتنيح قداسة البابا شنودة منذ سنتين قد تم تنفيذها اليوم. أيضا معنا يعني هنحاول نتطرق لبعض الكلمات الحقيقة من يعني من كل واحد على حدة من رئيس رؤساء الطوائف اللي كانوا مجتمعين النهاردة بالنسبة لمجلس الكنائس. وخلينا نبتدي مع بعض بالنسبة لأول كلمة كانت كلمة قداسة البابا تودروس بالنسبة في هذه المناسبة ومؤتمر تأسيس مجلس الكنائس المصرية. أحباء في المسيح، أصحاب القداسة والغبطة والسيادة، رؤساء الكنائس المسيحية في مصرنا الحبيبة، أرحب بكم في هذه البداية المباركة وفي هذا اليوم الذي أشعر أن التاريخ يسجله. احتفلنا في هذا اليوم بهذه المناسبة، وهي مناسبة تأسيس مجلس لكنائس كل مصر. أشعر أنه هذه الخطوة كان يجب أن تكون منذ سنوات وسنوات. فعندما يوجد مجلس لكنائس مصر، يمكن أن يكون هذا المجلس يشترك في المجالس الإقليمية والعالمية كمجلس الشرق الأوسط، مجلس كنائس الشرق الأوسط، أو المجلس العالمي للكنائس، أو مجلس كنائس كل أفريقيا. ولكن نشكر الله أن هذه الفكرة التي بدأت مع المتنيح قداسة البابا الأنبا شنودة منذ أكثر من سنتين، وكانت فكرة وتناقش فيها مع بعض رؤساء الكنائس، نشكر الله أن هذا الحلم يتحقق في هذا اليوم. أنا أرى أن هذا المجلس له ثلاثة أبعاد رئيسية: بعد المحبة، وبعد الخدمة، وبعد المساندة. البعد الأول بعد المحبة، وبعد الخدمة، وبعد المساندة. بعد المحبة ممارسة المحبة والمودة الأخوية والتعبير عن ذلك ضرورة وشهادة لأجل المسيح، وأعتقد دي مسؤولية لنا جميعا. احنا في الأمثال المصرية يقولون البعد جفا جفاء، ولكن عندما نقترب إلى بعض في محبة لشخص ربنا يسوع المسيح، هذا الأمر
الحقيقة سعادة بالغة فعلا، كلنا سعداء بهذا الاجتماع وبهذا التأسيس لمجلس الكنائس المصرية. احنا استمعنا لجزء من كلمة قداسة البابا تودروس، الجزء الثاني دلوقتي هنستمع لبعض كلمات من الدكتور القس صفوت البياضي رئيس الكنيسة الإنجيلية، وأيضا الأنبا إبراهيم إسحاق والمطران منير حنة. يعني هناخد جزء كده من كلمات كل واحد منهم على حدة، أو يعني هنخلي اليوم ورا بعض، بحيث ان كده نتطلع جميعا لايه كان الكلام والتعليقات، حال الجميع في سعاده بالغه. نتمنى ان نصلي كما طلب منا قداسه البابا تودروس من يوم الاربعاء الماضي، نصلي من اجل ان فعلا تتم هذه الوحده بنجاح، وتكون هذا ويكون هذا المجلس له ثمار واضحه نلمسها جميعا في جميع الطوائف. كنا نتكلم نحلم بهذا اللقاء الذي يجمعنا معا شهادة للمسيح وللكنيسة للمجتمع. الواحد كان بيقول يا ترى في أيامنا هيتحقق، في حياتنا هيتحقق. 30 سنة بنصلي من أجل وحدة الكنائس، وفي كل مرة نقول يعني مش كفاية 20 سنة 25 بنصلي، متى تستجاب الطلبة؟ وها قد شاء الرب أن يجمعنا معا، وأنا سعيد وأنا استمع إلى كلمات قداسة البابا تودروس. فعلا نحن نحتاج إلى أن نتكامل، نشهد معا للمسيح في أصعب الظروف وفي أحلك الأوقات. ستبقى المحبة. ولا أنسى كلمة قداسة البابا عندما قال وطالع لائحة المجلس، قال إنه جميل ورائع وينم عن المحبة، إنما لا توجد فيه كلمة المحبة wording كلمة. وقلت لقداسته اللائحة أو الدستور بين يديك، وضع الكلمة في أي مادة من المواد تراها، فهذا هو ما يجمعنا، الحب يجمعنا، المحبة. أصحاب السيادة رؤساء الكنائس، أنا عايز أقول اختبار شخصي اختبرناه، أنا شخصيا اختبرته في فترة الإعداد لهذا المجلس. عايز أقول إنه حصل تقارب، وحصل حتى شفاء في العلاقات أثناء جلساتنا وأثناء إن إحنا كنا بنشترك ويكون لنا شركة مع بعض بعد كل جلسة من الجلسات. ده قربنا كتير من بعض، وإذا كان فيه كان بعض سوء الفهم فحصل شفاء للأمور دي. أنا هنا بذكر معاكم كل الناس اللي تعبت قبل كده في المسيرة السابقة، الناس اللي فكروا في الموضوع، الناس اللي جهدوا علشان نوصل لهذه اللحظة. اللحظة دي مش هي ختام، لكن هي تتويج شوية للمجهودات اللي قبل كده، وبداية مرحلة جديدة جميلة. ده الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية بالنسبة لي إنه هذا اللقاء يأتي في ختام صلاة الوحدة، كأنه الصلاة والوحدة في الروح تولد إبداعات وتولد ثمرة جميلة. فمعكم بشكر الله، وبشكر كل الناس اللي تعبوا في تجهيز لهذا اليوم، اللي موجودين حاليا واللي غايبين عننا. النقطة الثانية انطلاقا من النص اللي أنا حبيت أشارك به، وهو رسالة القديس بولس إلى أهل فيليبي: كونوا على فكر المسيح. الوحدة والشركة جميلة، شيء يجذب دايما. الحقيقة كانت يعني هذا الاجتماع النهاردة 18 فبراير هيكتب في التاريخ، والحقيقة ان فعلا يعني الكل بيعلق على هذا الامر، انه فعلا بعد يعني ده كان حلم لقداسة البابا المتنيح البابا شنودة، وقد تم تحقيقه اليوم 18 فبراير 2013. والحقيقة يمكن من الكلام اللي بيتقال كمان انه السنوات طويلة كان بيراود الجميع حلم انشاء مجلس لكنائس الشرق الاوسط، المجلس لكنائس مصر، و
وايضا بكل يعني يسعى لتحقيق او لتعميق المحبه وحياه الشركه والتعاون بين الكنائس بكل مذاهبها في مصر، وتدعيم العمل المسيحي وخدمه الوطن تحت مظله المواطنه. وهنا وهذا الامل بدا في عهد قداسه البابا شنوده ليتناقش فيه مع رؤساء الكنائس، وحازت الفكره رضا كان ده في ابريل 2010، واعلن عن هذا المشروع في اللقاء الاسبوعي بالكاتدرائيه المرقسيه كان يوم 15 فبراير 2012 يعني قبل رحيله. يعتبر هذا المجلس في بيان كان تم القائه في هذا المجلس، اكد البيان انه يعتبر هذا المجلس مجلسا كنسيا، مجلس كنسي يعمل على خدمه الكنائس والوطن ولا يعمل في السياسه ولا يتدخل فيها، ويتعاون مع المجالس المسكونيه المسيحيه المتفق عليها من الجميع، وهي مجلس الكنائس العالمي، مجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس كنائس كل أفريقيا. أشار البيان إلى أن الاتفاق بين رؤساء الكنائس على إنشاء هذا المجلس جاء تدعيما للمحبة والتعاون المستمر والتشاور لخدمة مصر. نتمنى أنه فعلا ربنا يبارك هذا العمل، ويعني يكون فعلا عمل لنمو الكنائس كلها متوحدة مع بعض في وحدة واحدة لمجلس الكنائس المصرية. بكده يمكن نقول ده كان أهم الأخبار النهاردة بالنسبة للاجتماعات وبالنسبة للأمور اللي احنا بنتابعها بالنسبة للشأن الكنسي. خلينا بقى نروح شوية للشأن السياسي، والحقيقة من ضمن الأخبار اللي تصدرت عاجل النهاردة كانت محكمة الدستورية العليا تقضي ببطلان قانون الانتخابات. أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم الاثنين قرارا بعدم دستورية بعض مواد مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، وسوف يتم إرسال القرار إلى مجلس الشورى لإجراء التعديلات التي تراها المحكمة. وأضاف القرار إن ملاحظات المحكمة ستكون ملزمة لمجلس الشورى في مدى دستورية مشروع قانون الانتخابات البرلمانية لإجراء التعديلات التي قد تراها المحكمة على بعض النصوص، وهو ما يترتب عليه تأخير الانتخابات البرلمانية. الحقيقة احنا في ظل الأمور اللي احنا حاصلة في مصر دي ما كانش واحد متخيل انه ممكن يكون في انتخابات هتيجي في ميعادها، وجاء الحكم الدستورية العليا بمعترضين على بعض البنود اللي في هذا في قانون الانتخابات، وهيرجعوها تاني لمجلس الشورى. لكن في خضم كل ده على فكرة كان المفروض النهاردة 18 فبراير آخر ميعاد لتسجيل المصريين في الخارج اللي مش مسجلين، اللي كان عندهم بطاقات رقم قومي ما كانوش مسجلين عشان يحصل الانتخاب. هل يا ترى في ظل الفترة في ظل بعد هذا الحكم هيكون في فرصة تانية لفتح هذا التسجيل ولا لا؟ لأنه التعديلات كان من ضمنها أمور لها علاقة أيضا بالمصريين في الخارج. فتفاصيل المواضيع دي أكتر هنحاول نتابعها في الفترة اللي جاية. لكن الحقيقة الثابتة اللي عايزة كل حضراتكم تكونوا متأكدين منها، أن برغم من كل اللي بيحصل في مصر ده، لكن حزب الحرية والعدالة والأحزاب السلفية مستعدين بيستعدوا بشتى الطرق للانتخابات البرلمانية القادمة، وبالتحديد حزب الحرية والعدالة. وبدأت الترابيزات تتنصب في أماكن كثيرة جدا اللي عليها التموين، بقى الزيت والسكر والشاي والسمن وملازم منه، وشراء الأصوات بدأت بالفعل. فالحقيقة يعني أتمنى أن يكون الناس واخدين بالها أنه اللي بيحصل في حتة بيحصل، لكن الخطة الموضوعة بالنسبة للتمكين من ناحية كمان أنه الأعداد الكبيرة اللي عايزين يحصلوا عليها في مجلس النواب أو مجلس الشعب شغالين فيها بما لا يخالف شرع الله. مشكلة النور مع الرئاسة، ايه يا ترى المشكلة وفي ايه وايه اللي حاصل؟ وناس ابتدينا نسمع عن اسماء كده، وناس بتطالب باعتذار، ونادر بكر قالك هنفتح الملفات المقفولة. طب هي ايه الملفات المقفولة اللي عن تمكين الاخوان، وعن ان الاخوان بتسيطر على الحكم، وانه في اخوانا للدولة، ويا استاذ نادر بكر ويا سلفيين كلكم، يا ترى الحاجات دي كلها ما ظهرتش ليه من زمان؟ اشمعنى لما حصلت مشكلة دلوقتي بدأتوا تقولوا هذا الكلام؟ كل دي تساؤلات الحقيقة بنطرحها على حزب النور وعلى السلفيين. الرئاسة أقالت أمس خالد علم الدين. خالد علم الدين هو أحد مستشاري الرئيس، وده بعد تقارير رقابية أفادت أنه يستفيد من منصبه. خرج خالد علم الدين ليؤكد أنه مستقيل منذ يومين قبل قرار إقالته، وأنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الرئيس. وبدأت حرب تصعيدية بين مؤسسة الرئاسة وحزب النور المنتمي إليه خالد علم الدين، وبالتالي النور فتحت النار على الرئيس مرسي. والزرقاء بيستقيل من مؤسسة الرئاسة بعد موضوع خالد علم الدين، كمان لقينا أنه موضوع كمان بدأت استقالات أخرى. علم الدين
ظهر في مؤتمر صحفي وهو يبكي، وقام بسام الزرقاء مستشار الرئيس عن حزب النور بالاستقالة هو الآخر وسط أخبار عن اعتذار الرئاسة عن الإقالة. أما مؤسسة الرئاسة وتحديدا مستشارها القانوني خالد جدالله نفى أي اعتذار ليستمر غموض الموقف، وأكدت المصادر أن سبب الخلاف هو أن السلفيين قدموا للرئيس ملف أخوانة الدولة، والذي أثبت احتلال الإخوان ل 11,000 وظيفة في الجهاز الإداري للدولة. وخلونا نستمع إلى جزء من كلمة خالد علم الدين وهو يبكي متأثرا باتهامه وإهانته من الرئيس مرسي. أنا أطلب رسميا اعتذار الرئيس، لن أقبل باعتذار أدنى من ذلك. طب إنسان في الجامعة في الأرض ولا يستشهدون هذا؟ بكل بساطة نصدر ثم نعتذر؟ لا. طبعا الموضوع مش هيسكت، الجماعة الإسلامية تدخلت في أنه يحصل صلح ما بين الطرفين، هل هيحصل صلح ولا لا، هل هيبقى فعلا المية هتعود لمجاريها. لكن اللي حصل أن بكار نادر بكار على تويتر قالوا إذا كانت الرئاسة تقيل بالشبهات فلتحدثنا عن صفة خيرة الشاطر التي تكلم بها ومن أين له بالمعلومات، مؤكدا بأنه بات على الرئيس مرسي أن يتقدم باستقالته بعد شبهات نادر بكار من حزب النور السلفي، بيدعو الرئيس محمد مرسي أن يتقدم باستقالته بعد شبهات تورط بعض مرؤوسيه في قتل المتظاهرين عمدا. أين كان هذا الكلام يا أستاذ نادر قبل هذه المشكلة؟ واضحة جدا أن أنتوا عشان في مشكلة دلوقتي بتتكلموا بتدافع عن حق متظاهرين، قبل كده كنتوا مغمضين عينيكم ليه؟ قبل كده كنتوا قافلين أفواهكم ليه وما بتتكلموش؟ بيقول كمان أيضا على وزير الطيران أن يستقيل لشبهة تعيين هناك للرئيس دونا عن باقي دفعاته بالوسطة. نيجي نلاقي ندخل على كمان بلال فضل بيقول على تويتر ربنا بيسلط دقون على دقون، وخناقة المشروع الإسلامي أصبحت على لم الأجرة وخربتوها وقعدتوا على تلها، ربنا بيسلط دقون على دقون. وهنشوف الموقف هيوصل لغاية فين أعزائي المشاهدين. لكن خلينا ننتقل للحدث الشهير اليومين دولة، واللي هو بالنسبة لي كنيسة الفيوم. ويمكن أنا عرضت لحضراتكم الخبر الحلقة اللي فاتت يوم الجمعة، كان خبر عاجل وقتها، وهنعرف بقى تفاصيل أكتر لأنه في خلال الأيام دي حصلت كذا حاجة، وحصلت وقفة كمان من الأقباط اعتراضا على كسر وحرق الكنيسة. وأحسن وأفضل من يكلمنا ويحدثنا عن هذا الأمر الحقيقي الأستاذ نادر شكري، الأستاذ نادر شكري الصحفي المعروف، وأيضا كان في خضم هو اللي كان ليه أكتر من يعني تحقيق عن هذا الحادث. وأستاذ نادر أنا برحب بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك. كعادتك استاذ نادر بتدخل في الامور اللي زي كده وبنعرف من حضرتك الحقيقه كامله. اللي حصل طبعا اعتداء على كنيسه ماري جرجس قريه سريسنا يوم الجمعه، وان في تكرار للاعتداء كان يوم السبت اثناء جلسه عرفيه اللي حملت شروط مجحفه للاقباط. وفي الامور دي كلها انا لمحت انه كان في تصريحات لبعض الكهنه وبعض الاساقفه، مش هنذكر اسماء، استفزت الناس جدا، وانه في اصرار على نوع من انواع الانكار لحجم المشكله. فعايزين نعرف من حضرتك المشكله بالظبط ايه، وايه اللي خلف هذا الامر من تداعيات ومن انكار. طب استاذ نادر انا معلش لو حضرتك ممكن تتحرك قليل، يعني يتحرك شويه كده عشان الصوت مقطع شويه، واذا ما كانش الصوت هيتصلح هنحاول نعود الاتصال. اتفضل استاذ نادر. بقول لحضرتك ان اللي حصل انه هذا الاعتداء تم في وجود الشرطه لما الموجود بالمامور قسم شرطه الطبيعيه، انه من 3 شهور حصل ان الاسره المسلمه الموثقه للكنيسه
استاذ نادر معلش انا اسفه، لان انا عايزه اسمع من حضرتك، لان ده كلام في غايه الاهميه عشان حضرتك هتدينا يعني فكره واضحه عن الحادث ده. فخلينا معلش نعود الاتصال بحضرتك، وعلى بال ما نعود الاتصال هحاول اقرا لحضراتكم الخبر اللي معايا. انه اللي حصل زي ما قلنا تم الاعتداء على الكنيسه وتكسير القبه وتكسير كمان بعض الايقونات والهيكل، والكنيسه المفترض انها صغيره ليست كبيره الحجم. وكمان كان الاعتراض ليه يا جماعه الحصص دي كلها بتحصل؟ علشان هم معترضين ان الكنيسه ملاصقه لبيت واحد مسلم وان ده مش صح، وكلام كده يعني مكرر بس عجيب يعني الحقيقه. المهم ان حصلت جلسه عرفيه يوم السبت واعتداء تاني، الامر الذي ادى الى تظاهرات بعض الشباب من حركات القبطيه في القاهره في الوقت اللي رفضت فيه بعض القيادات الكنسيه تصعيد الموقف. وده الحقيقه هنا تحتيه كذا خط الحقيقه، لان كتير جدا من الشباب متضايق جدا من انه الكنيسه مش عايزه تصعد الموقف، بل ونفى بعضها ما حدث. هتف المشاركين في المسيره هتافات تطالب بسقوط ورحيل النظام، وهتافات مندده بالاعتداء على كنيسه الفيوم. على كنيستي رايحه اصلي مهما جرى لي ومهما حصل لي، الكنيسه زي الجامع ليا مرسي ما انتش سامع. لينا إخوة مسلمين على اللي بيحصل مش راضيين. ورفع المشاركين في المسيرة لافتات كتبوا عليها القبض على جنات على الجناة في الكنيسة في كنيسة سول، إمبابة، المريناب، سريسنا بالفيوم، كنايسنا مش للحرق والهدم. وايضا طالبوا بمحاكمه كل شيوخ الفتنه الطائفيه اللي من ضمنهم ابو اسلام وغيره، واغلاق فضائيات الاهانه وسب الاديان، والغاء القوانين المعوقه لبناء الكنائس والسماح ببناء الكنائس طبقا لقوانين البناء الطبيعيه في مصر. وخلينا نستمع مع بعض لجانب من هذه الوقفه اللي كانت من اجل كنيسه الفيوم. ترى الموضوع فاكرين طبعا كنيسة المريناب كانت هي السبب في موضوع ماسبيرو والحادث الأليم والمسبحة. طيب احنا كل شوية هيحصل في حاجة الكنيسة، وبعدين هنلاقي نفس السيناريو، الشباب تطلع والشباب تعترض. إلى متى ستستمر هذه السيناريوهات المكررة بشكل حقيقي مؤذي ويعني مزعج وبيحزن وبيقطع القلب بجد يعني. رجع لنا ومع حضراتكم اعزائي المشاهدين الاستاذ نادر شكري صحفي بوكاله مسيحيه الشرق الاوسط. استاذ نادر برحب بحضرتك معانا. اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك. طيب قول لنا الموضوع ابتدى ازاي بالنسبه للاعتداء على كنيسه ماري جيرجس بقريه سريسنا، وتطورات الامر وصلت لغايه فين؟ الكنيسه هي كنيسه يعني مبنيه في الثمانينات، يعني كانت هي بتخدم عدد من القرى. واللي حصل انه الكنيسه يعني السقف بتاعها سقف خشبي ملاصقه لاحد المنازل المسلمه، ومن ثلاث شهور الجار المسلم عمل فتحه في جدار الحيطه المشترك اللي بينه وبين الكنيسه، وطبعا لمراقبه ما يحدث داخل الكنيسه، لان هناك ارض فضاء تداعى للكنيسه بالجانب الايمن. فكان الاباط حاولوا ان هم يعملوا حضانه تخدم الاطفال، لكن الناس رفضت. فمن خلال الفتحه دي كانوا بيتجسسوا على الكنيسه حتى لا يتم بناء اي شيء. لكن فوجئنا او الاباط فوجئوا من ثلاث ايام او اربعه انه الاسره المسلمه وسعت هذه الفتحه او الثغره اللي موجوده في الجدار لعرض متر، وقام الكاهن بابلاغ قسم الشرطه اللي جاء يوم
جاء وعمل جلسة مع الأسرة والكاهن في نفس اليوم اللي حصل الغداء. وإثناء هذه الجلسة ثانية واحدة أستاذ نادر معلش، يعني أفهم من حضرتك أنه الموضوع ما كانش كتكسير ولا كان الموضوع كده في الأول ولا حرق، يعني اللي حصل يوم الجمعة ده أنه كانت الفتحة دي زادت، ولا حضرتك بتحكي عن الكلام ده كان سابق ليوم الجمعة؟ لا لا، ده اليوم اللي سابق الجمعه على طول. الجلسه دي اتعملت يوم الجمعه بعد ابلاء الكاهن بعمليه الفتحه اللي توسعت دي. يعني الموضوع بدا بان فتحه توسعت، مش زي ما الخبر اتكتب ان كان في تكسير وحرق. لا، ما هو التكسير ده حصل في نفس يوم الجمعه، يعني اثناء الجلسه نفسها. الجلسه لما جه مامور قسم الشرطه الطاميه جلس مع الكاهن والاسره المسلمه، احنا ما هو يعني معقد هذه الجلسه، الاسره تركت الجلسه وفوجئ الاباط بعمليه الهجوم اللي حصل يوم الجمعه. يعني ما عجبهمش ان الكاهن او ان الكنيسه تبلغ، يعني ده ما عجبهمش، ان المفترض ان الكنيسه ترضى بانهم يعملوا الفتحه دي ويراقبوا ويعملوا اللي هم عايزينه، فيعني ده غالبا انه يعني ده اللي اثرهم بقى، فراحوا رايحين على الكنيسه مكسرين وحارقين. تمام، عايزين ينقلوا الكنيسه، يعني الاسره المسلمه بدات تشتكي او تقول ان صوت الصلوات بتاع الكنيسه بيضايق الاولاد، والصوت بيبقى عالي اعتبار ان هم يعني بتعمل قداس يوم الاحد يوم الجمعه فقط، فهم عايزين ينقلوا الكنيسه. فطبعا يعني فكانوا الكاهن طرح حلول علشان يقلل الصوت على اعتبار يعني الاسره المسلمه عارفه الكنيسه، لكن ما عجبهمش فبداوا يرموا قراط نار على الكنيسه، سطح الكنيسه، وبدات عمليه قصف الكنيسه بالطوب. ادى طبعا الى اولا اسقاط جزء من القبه الخشبيه بتاع الكنيسه نتيجه الحرق، وتكسير زجاج الكنيسه، واسقاط عدد كبير، يعني تكسير عدد من الايقونات والمكسوره داخل الكنيسه نتيجه القصف بالطوب، وكل ده حصل في وجود مامور قسم شرطه الطاميه. ده اللي حصل يوم الجمعه، الى ان يعني تمكن الاقباط من اطفاء النيران اللي كانت موجوده او القراط اللي اترمت على سطح الكنيسه. وفي اليوم الثاني يوم السبت عملت جلسه عرسيه. نعم. داخل في احد منازل المسلمين بحضور مامور القسم ورئيس المباحث وممثلين من الاقباط والاسره المسلمه. ووضعوا شروط معينه، يعني حتى الشروط دي لم تعجب المسلمين. ايه بقى الشروط يا استاذ نادر؟ لو حضرتك تطلعنا معلش على ايه الشروط دي، لانه الخبر بيقول شروط مجحفه، يعني او شروط مجحفه للاقباط. اتفق في الشروط انه تترك مسافه ما بين المنزل وما بين الكنيسه بمسافه 5 سنتيمتر، وان الكنيسه 5 سنتيمتر، وان الكنيسه تعمل جدار بلوكي بلوكه او نص عرض البلوكه 30 سنتيمتر، وانها في المسافه اللي هتتركها تحط ماده، تبني ماده عازله للصوت، وان انه الكنيسه لا يعني ما يتمش بناء ارتفاع جديد فيها، يعني لا تبنى اي، يعني الكنيسه دلوقتي ارتفاعها حوالي 280 سم، انها تظل هذا الارتفاع ولا يجوز ارتفاعها بعد ذلك، وانها تبني تحط ماده تقوم بتبليط بلاط، ماده بلاط على الكنيسه وماده بلاط على المنزل المسلم على حسابها. وإن كمان إن المساحة اللي هي الفضاء اللي موجودة جنب الكنيسة لا تبنى فيها شيء، وإنها تشتغل فقط كمخزن. فطبعا المشكلة إنه كمان ما عجبهمش الكلام ده، وإنه فوجئ الأقباط بهتافات خارج الجلسة بتقول مش عايزين الكنيسة، مش عايزين الكنيسة، عايزين يقلوا الكنيسة. حصل إنه بقى قامت بعض النساء والاطفال والشباب بقصف الكنيسه للمره الثانيه بالطوب من سطح الجار المسلم. دخل احد الاقباط يدعى جميل ابراهيم اللي كان مشارك في الجلسه ان هو ينسحب من الجلسه، احتجاجا على انه ما فيش اي تقدير او احترام انه يتم الهجوم على الكنيسه رغم انعقاد جلسه الصلح. وده تدخل احد الضباط وتم السيطره على الوضع، وتم نقل الدفه العرفيه الى قسم الشرطه بمدينه قاميه.
وهناك تم تطبيع على المحضر العرفي من خلال ثلاث أباط ومن خلال الأسرة المسلمة وأربعة من المحكمين المسلمين اللي كانوا موجودين في الجلسة. ويعني تفاصيل طبعا فكري تقوليها أنه هناك تضارب أقوال من جانب الأسقف وبعض الكهنة. الحقيقة ده سبب غضب جامد جدا داخل القرية وإنه غضب حتى الآن لسه. طب يعني خلينا يعني إيه تضارب أقوال؟ يعني الأقوال اللي اتقالت إيه معلش؟ يعني إيه اللي خلى الناس انزعجت من أقوال الأسقف والكهنة؟ الكلام المكتوب إنهم قالوا إنهم أنكروا، إن الكهنة أنكرت والأسقف أنكر إن في مشكلة، ف يعني قول لنا حضرتك حقيقة الأمر برضو. حصل انه كان القريه خرج بالامس على احدى القنوات الكنسيه ويتكلم على اللي حصل، وكان معاه مجموعه من اهل القريه وشرح التفاصيل اللي شرحتها لحضرتك دي، وفوجئ بمداخله من اسقف، يعني هو اسقف الفيوم طبعا، بمداخله هاتفيه بينفي الكلام ده وبيرفض المظاهرات او المسيره اللي خرجت من شبرا لدار القضاء عشان تحتاج، ويعني هاجم كاهن القرية، وطبعا ده أغضب الأباط على اعتبار إن الأسقف بيحاول إرضاء المسؤولين على حساب هو الأباط، على اعتبار إنه ما قالوا يعني لم يكن دقيق، أو اعتبار حتى ما نقل له من أحد الأشخاص غير دقيق بالمره، لانه اللي حصل حتى تم عرض جزء من الفيديوهات اللي بتوضح الهجوم يعني الحرق والطوب اللي داخل الكنيسه والتكسير داخل الكنيسه، وده اعتبروه انه غير صحيح، ان الاسقف يعني بهذه الطريقه بيبيح حقوق الاباط في القريه، وده اللي خلى عدد من الاباط الان يمكن حتى وحد الكلمين الاباط كانوا عاملين اجتماع في القريه، أباط الأهالي نفسهم في أحد المنازل القبطية بيحتجوا على كلام الأسقف. طيب. خليك معانا يا استاذ نادر، لان احنا معانا حد من القريه اعتقد، او حد من الـ يعني من الواقع من خلال الواقع نفسها برضو يحكي لنا كده ويقول لنا هو ايه اللي ضايقه، يعني لو كان الامر فيه زي ما سمعنا كده ضيق. احنا معانا دلوقتي مين من الشباب؟ الاستاذ حنا ويليام. الاستاذ حنا ويليام من يعني هيقول لنا برضو شهود عيان، اعتقد شاهد من شهود العيان على الواقعة. استاذ حنا برحب بحضرتك معانا. اهلا سنة فندم، تحت امرك. حضرتك من القريه نفسها يا فندم، ولا حضرتك يعني كنت حاضر المواضيع؟ يعني قول لي حضرتك، يعني عرفني بنفسك. اهلا وسهلا بيك. حنا ويليام، بس انا حضرتك من القريه، بس مقيم في القاهره من 15 سنه. فبروح القرية فترات يعني مش على طول يعني، لكن في الأحداث الأخيرة دي الحقيقة ما كنتش في القرية يعني. لكن على اتصالك بناس من هناك، إيه بقى اللي حضرتك سمعته وإيه اللي عايز تقوله لنا بالنسبة للواقعة دي؟ يعني حقيقة الأمر إيه بقى؟ حقيقة الأمر إن في كنيسة قائمة من أكثر من 20 سنة وجار مسلم، يعني حياد مشتركة بين الكنيسة وبين الجار. فهو بيشتكي انه الصوت بيزعجه وما بيعرفوش يناموا من هذا القبيل يعني. بس فيعني في قطعة أرض صغيرة كده معمولة زي أوضتين صغيرين كده خارج الكنيسة، فكان في يعني زي مثلا هيتضم للكنيسة أو حتة صغيرة كده، فحصل عليها خلاف من 3 شهور وقعدوا الأمن ومع الآباء وكده، وبعدين اصطلحوا إنها ما تتضمش للكنيسة ومضوا على أوراق زي كده وخلص الموضوع، المنازعة خلصت وانتهت يعني. فتجددت المواضيع تاني مرة تانية اليومين دول، وبعدين هو أصلا من بداية الثورة وكان يعني في مناوشات من بعض السلفيين يعني أو بعض الناس اللي هي ليها أغراض ثانية إنهم يحرقوا الكنيسة يعني.
طيب. حصل مناوشات زي ما احنا سمعنا يا استاذ حنا، احنا سمعنا دلوقتي من استاذ نادر، انا ما اعرفش حضرتك كنت معانا ولا لا من اول مكالمه، فسمعنا التطورات لغايه ما وصلنا للمرحله بانه لما كان الكاهن بيتكلم في احدى الكنائس في احدى القنوات عن تفاصيل الامر، دخل الاسقف وقال لك مش ده حقيقه الامر، وده اللي اثار الاقباط، ومنهم طبعا وبالتاكيد اول ناس اثيروا طبعا اقباط القريه نفسها. فحضرتك وصلت لغايه النقطه دي، وهل برضو سمعت انه في ناس اعترضوا على الكلام ده ولا ايه؟ طبعا كلنا معترضين على الكلام ده، وحاليا سيدنا معترضين على الكلام ده بشده، لان ابونا ده من الناس المحبوبين جدا واللي خدم القريه خدمه متفانيه طول فتره رسالته، وبيخدم الصغير والكبير والمسلم والمسيحي ومحبوب جدا. ولكن بعض الاطراف القانونيه النفس يعني او ضعيفه شويه هي اللي بتحرك الاحداث من حين لاخر عشان يعملوا بلبله ويعملوا فتنه او حاجه من هذا القبيل. لكن الناس بينهم وبين بعض في القريه ناس كويسين خالص، ناس محبين وناس في ناس كويسه خالص خالص. طب انتوا كاهالي القريه يعني اهالي القريه عايزين ايه دلوقتي؟ يعني احنا دلوقتي شفنا ان حضرتك بتشكر في الاب الكاهن وانه معاكم يعني، وانه يعني ما كانش مفترض ان يحصل ده على الهوا يعني، لكن خلينا نقول دلوقتي حضرتك الاهالي القريه طالبين ايه؟ اهالي القريه طالبين ان الاب الكاهن بتاعهم الراعي بتاعهم اللي بيحبوه على طول ودايما بيخدمهم يرجع لكنيسته. طب معلش، هو ابونا مين ومين اللي قال ان هو مشي من كنيسته؟ ابونا اسمه ايه معلش؟ ابونا دوماديوس حبيب كان الكنيسه. طيب. مين اللي قال ان هو مشي من كنيسته يا استاذ حنا؟ هو كان في اي قرارات بانه يمشي من كنيسته؟ بالكنيسه؟ لا هو سيدنا قال له ما تروحش البلد او حاجه زي كده، او يعني ما اعرفش ايه التطورات بينه وبين سيدنا، لكن هو حاليا ما منزلش البلد، واحنا بنطلب من سيدنا انه ما ينفعش ما ينزلش البلد لانه ده خدمته دي قريته وخدمته تعب فيها كتير، فلازم يرجع لها بعد اذن نيابه سيدنا الاب ابراهام. احنا بنكون له كل احترام وكل تقدير، لكن ما ينفعش احنا نستغنى عن الراعي بتاعنا، لان الراعي بتاعنا بنحبه واحنا ما نقدرش نستغنى عنه الحقيقه يعني. طيب يمكن يعني ده كده كعرض لحضرتك بالنسبه للواقعه، وانه بتتحدث باسم السكان القريه كلهم بانه مش المفترض ان الاب الكاهن. بالنسبه للكنيسه نفسها حضرتك ليك رؤيه معينه؟ نعود طيب لاستاذ نادر. استاذ نادر حضرتك زي ما سمعت استاذ حنا، لو استاذ نادر يعني هو فعلا الكاهن يعني شبه مفوق دلوقتي عن خدمته، وهو دلوقتي مقيم يعني لا رجع الصوت اتأثر تاني يا استاذ نادر، لو ممكن حضرتك تعود للمكان اللي كنت فيه بس عشان نستمع ليك كويس. طيب يعني زي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين ان الواضح كده انه الامر تطور، لان الكاهن مش في المكان يعني، او انه اتقال له اتنصح انه ما يروحش المكان لغايه دلوقتي. انا عايزه مع استاذ نادر اعرف لو حضرتك دلوقتي نحاول نتكلم تاني، معلش استاذ نادر، الوضع حاليا بقى وصل لغايه فين؟ انهي مرحله؟ احنا في انهي مرحله دلوقتي؟ أنا زي ما أقول لحضرتك إنه الكاهن بالفعل موقوف دلوقتي عن الخدمة، وده اللي أغضب أعباط القرية، وإنه الحقيقة إن الأعباط عاملين اجتماع ونامين يعملوا وقفة احتجاجية داخل دير الأنبا أبراهام بالعزب اللي هو مقر إقامة الأسقف وبالفيوم طبعا، للاحتجاج أولا على التصريحات اللي قالها الاسقف الغير يعني بيعتبروها انها غير حقيقيه وغير منصفه للواقع الاليم اللي هم شافوه نتيجه الاعتداء عليهم مرتين. الجانب الثاني احتجاجهم على استبعاد الكاهن من احنا بنعرض اهو يا استاذ نادر الجزء من الفيديو اللي كان تم تصويره بالنسبه للحرق وبالنسبه يعني عارفه معلش زي ما شايفين الفيديو يمكن مش واضح شويه، لكن هو ده كان الفيديو تقريبا الوحيد اللي اتصور بالنسبه للوقائع اللي حصلت. طيب يعني دلوقتي انا دايما بتكلم بقول حاجه،
لما بتكون في مشكله في الكنيسه احنا مش محتاجين ان احنا نقف، يعني ليه ما حدش راح؟ ليه ما فيش مجموعه راحوا للاسقف دلوقتي، للسكرتير، سوري لسكرتير البابا تودروس واتكلم معاه؟ يعني احنا ليه الدنيا بتوصل ان احنا دلوقتي الاقباط واقفين عشان معترضين على قرار الاسقف دلوقتي ورايحين للدير؟ ليه ما حاولوش يصعدوا الامر؟ يعني هل حضرتك حد تطرق لهذا الامر، او هل حد راح الكاتدرائيه ومحدش استجاب؟ بكلمك دلوقتي وانا في الكاتدرائيه العباسيه، وكان كنت موجود هنا مع بعض اسر بعض المواطنين من القريه اللي هم كانوا موجودين هنا عشان يحاولوا ان هم يقابلوا البابا. كان حوالي فيه 7 اشخاص. اولا هنا هم كانوا جايين تضامنا مع الكاهن ورفضهم لاستبعادهم، ويحاولوا يقابلوا حد لكن يعني تعذر الموقف بالنسبه لهم، وربما ان هم هيجوا في يوم تاني عشان يقابلوا سكرتير البابا ويطلبوا مقابله البابا. النقطه الثانيه حسب برضو ما قال اهل القريه ان هم حاولوا يتصلوا بالاسقف الأم ابراهام لكن لم يتمكنوا من الاتصال بيه علشان يقدروا يتفاهموا معاه حوالين اللي حصل، وده اللي سبب حاله من الغضب ان هم بيخشوا. هم بكره في الوقفه دي يعني هي وقفه سلمية، الهدف منها ان هم. طب استاذ نادر معلش انا بس عايزه اقول حاجه دلوقتي. احنا تطرقنا من المشكله بتاعت الكنيسه نفسها لان دلوقتي بقت مشكله كاهن واسقف، الكنيسه ايه اللي هيحصل فيها؟ يعني المشكله الرئيسيه دلوقتي، احنا المشكله دي كلها نتجت عن حرق وتكسير الكنيسه دلوقتي. ايه الوضع؟ يعني ايه الوضع بالنسبه للكنيسه؟ المفروض مشاكلنا دي يعني هنحلها مع بعضينا، لكن الامر بتاع الكنيسه نفسه دلوقتي وصل لغايه فين؟ يعني الكنيسه هتتقفل، المفروض في قرار انها تتصلح، ايه اللي هيحصل؟ الجانب الشق بقى الكنيسه، المشكله نفسها. ليس انا، هو طبعا امبارح اقيم القداس الالهي في الكنيسه، كان حاضر مامور باسمه ومساعد لمدير امن الفيوم، وعمل جلسه بعد القداس، وتم غلق الفتحه اللي بين الكنيسه وما بين الجار، والمفروض ان الكنيسه تبدا في تنفيذ الحكم العرفي اللي اتعمل في الجلسه العرفيه في اقامه الجدار العازل ما بينها وما بين الشخص المسلم، وهم بداوا الاقباط في ازاله اثار الطوب، وبداوا في اصلاح زجاج الكنيسه اللي تم تكسيره، وده بدا يعني من النهارده اصلاح بعض الاشياء، والمفروض ان هم يبداوا يكملوا الاصلاحات الاخرى والناس يعني يقيموا الصلوات المعتاده. يعني في النهايه المفترض احنا دلوقتي قدام ان الكنيسه تنفذ الحكم بتاع الجلسه العرفيه، والمشكله تصاعدت لمشكله لانه الكاهن مش مفروض يرجع الكنيسه، وان الاسقف قال كلام، وواضح ان المشكله اخذت ابعاد اخرى، واهالي القريه هيستمروا طبعا في مطالبتهم بعوده الكاهن. لكن في المجمل كده حضرتك يعني توافقني انه المفترض انه ما قدامهمش حلول غير ان هم ينفذوا حكم الجلسه العرفيه دي، مش كده برضو ولا ايه؟ اولا يا فندم، اولا اهالي القريه مش فقط بس بالمطالبه بعوده الكاهن، ولكن الاحتجاج على فكره انه محاوله التهوين من موقف على اقتراحات لسان الاسقف بانه الاحداث كانت بسيطه وما حصلش حاجه. ده حاجه يعني هم شايفينه ده انه حصل شيء وانه حصل اهانه ليهم بالنسبه للاعتداد. النقطه الثانيه بالنسبه للكنيسه، ما عندهاش اي حلول غير انها تنفذ الجلسه العرفيه، لانه حضرتك كده شايفه احنا في دوله بلا دوله، ولا توجد اي اليات للقانون ولا توجد حتى اي اليات التنفيذ. يمكن وانا بكلم حضرتك النهارده حصلت نفس المشكله بس سوهاج في قريه طهطا، في طهطا في قريه الكوم الاثر، انه تم قصف كنيسه ماري جرجس ايضا بالطوب، لانه الكنيسه كانت بتبني سور يعني سقط داخل الكنيسه، وكان حوله يعني الكنيسه متهالكه يعني قديمه جدا من حوالي قريه ايه معلش استاذ نادر؟ قريه ايه طهطا سوهاج؟ بتقولي قريه في طهطا؟ قريه الكوم الاصفر. الكوم الاصفر؟ مركز طهطا بسوهاج. نفس المشكله يعني كانوا بيبنوا سور كنيسه كان وقع وحصل هجوم برضو من الجيران المسلمين.
بس ما حصلش خسائر، يعني كان مجرد ضرب للكنيسه بالطوب، لكن لم يحدث اي خسائر. لكن الكاهن بيواجه التحقيق من قبل النيابه، لانه بيبني سور الحيطه او بيعمل عمليه بناء داخل الكنيسه بدون تصريح، علما ان الكنيسه قدمت على عمليه احلال وتجديد من اكثر من 5 سنوات، وحتى الان لم يحصلوا على اي تصريح. لكن لما السور سقط اللي هو ما بينه برضه حته مشتركه ما بينه وبين جار مسلم، وقام الكاهن ببناء السور ده، حصل برضه تحريض من 4 فلافيين على الكنيسه، وتم قصها بالطوب لانها بتقوم باعمال بناء. تمام. يا بص هو استاذ نادر، يعني مع احترامي لحضرتك، انا بشكر حضرتك طبعا جدا على وجودك معانا، وواضح كده انه احنا من ايام صول ومن قبلها ومن قبلها، لانه ما فيش ولا متهم قدم للمحاكمه في كل هذه الامور، وان في النهايه جلسه عرفيه، وفي ان النهايه زي ما حضرتك ذكرت الجمله انا وقفت عندها، انه ما فيش حاجه قدام الكنيسه غير انها تنفذ حكم الجلسه العرفيه، لان احنا في دوله بلا دوله، دوله بلا قانون، وبالتالي هتستمر هذه المهاترات إلى حين ميسرة. لكن بنرجو من قداسة البابا تودروس أنه يتدخل في الأمر، ما ملهاش حل تاني، يعني بنرجو من قداستك قداسة البابا تودروس، المشكلة دي يجب أن يكون لها حل، وما ينفعش، احتراما أنا بحترم كل يعني أساقفتنا وبجلهم جدا، لكن ما ينفعش أنه أسقف الإرضاء يعني أو نوع من أنواع التهدئة، أنه يكون في نوع من أنواع الإنكار، وفي النهاية الكاهن ده هو اللي ما يبقاش يروح كنيسته. أعتقد أن ده أمر محتاج أولا أنه يكون في نظرة من داخل كنيستنا ومن داخل نظامنا، علشان نقدر ناخد حقوقنا. طول ما احنا هنقعد نقول مفيش حاجه، مش هناخد اي حقوق، وهيفضل الشباب دول ينزلوا، هنبص نلاقي اعتداء على الشباب، لان كنايسهم ورؤسائهم في الكنائس مش راضيين على اللي هم بيعملوه، اذا دول شباب خارجين للا شيء. فنبص نلاقي في النهايه ان هيتضرب الشباب ده، وهيموت الشباب ده، وهيكون بسببنا احنا. فرجاء محبه، يعني دي رساله بنوجهها لقداسه البابا تودروس، من فضلك قداسه البابا حل هذه المشكله، لانه مش دي بس المشكله اللي احنا بنوجهها في كنايسنا، مشاكل كثيره جدا تتحل بقى من فوق، تتحل مع الاداره، تتحل مع الرئاسه، مع ايا كان، دي مشكله لازم تتحل. مش عارفه اقول ايه يعني بجد، يعني معذره اعزائي المشاهدين، لكن انا متضايقه جدا حقيقي فعلا على اللي بيحصل ده. وفي النهايه برضو نلاقي ناس يعني ناس بينزلوا تقارير، واحنا علاقتنا زي الفل مع بعض، واحنا مسلمين ومسيحيين عايشين مع بعض، والكلام ده كله. نيجي عفوا قريه المراجده، قريه المراجده النيابه افرجت عن العجوز اللي كان متهم بالاعتداء على طفله، فاكرين طبعا الموضوع ده. قريه المراجده مركز الوقف مدينه نجع حمادي بقينا، احنا اتكلمنا في الموضوع ده وقلنا انه ممكن ان هو يفرج عنه، وممكن ان هو يثبت ان هو مش متهم، وممكن يثبت تتم براءته، لكن في النهايه ايه؟ اعزائي المشاهدين قولوها كده، هيتم تهجيره من البلد، ما ينفعش يقعد في البلد. بريء مش بريء، ما ينفعش يقعد في البلد، وده كان فعلا القرار، ابعاده عن القريه. النيابه بانها تفرج عن السيد نادر عطيه 69 سنه الذي اتهم باغتصاب طفله وهتك عرضها في قريه المراجده مركز الوقف مدينه نجع حمادي بانها، وذلك بضمان محل اقامته بسبب ورود تقرير الطب الشرعي الذي ينفي تماما حدوث اي شيء للطفله ذات ال4 سنوات، مع ملاحظه محل اقامته قد حرق تماما، من المنتظر ابعاده وتهجيره عن بلده منعا من الاحتكاك به. هو بريء والطب الشرعي براه، بس اهل القريه مش هيبرؤوه، عشان احنا في حكم ما يعلم به الا ربنا. اللجان الشعبيه تتهم الحريه والعداله بالغاء تكليف قبطي بمنصب مدير اداره اتسا الصحيه. أشار البيان اللي أصدرته اللجنة الشعبية، دي مشكلة تانية بقى يعني، بقرية إتصا بالفيوم، الدكتور سامر رشدي معروف بكفاءته منذ توليه إدارة مستشفى الحميات بالفيوم ثم مستشفى إتصا المركزي، مشددة على أنه ألحق بالمنصب مستنكرة ما أسمته بارتعاش أيدي المسؤولين في اتخاذ القرارات. فالقرار كان أنه إلغاء تكليف قبطي بمنصب مدير إدارة إتصا، علشان خاطر أنه الحرية والعدالة مش عايزينه. نيجي بقى لابو اسلام اللي انا ما كنتش عايزه اذكر اسمه خالص، لكن مضطره الحقيقه،
مضطرة للأسف الشديد، ولكن هذا الاضطرار لأنه في عندنا بلاغ، حالة بلاغ يتهم الشيخ أبو إسلام بازدراء الدين المسيحي للتحقيق فيه، أحال المستشار طلعت عبد الله نائب العام الأحد البلاغ المقدم من نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ومجموعة من النشطاء ضد أحمد عبد الله المعروف بالشيخ أبو إسلام بتهمة ازدراء الدين المسيحي وسب وقصف النساء القبطيات وصفهن بالعاهرات إلى المكتب الفني للتحقيق. تقدم نجيب جبرائيل وآخرون يوم الأحد ببلاغ للنائب العام قالوا فيه أن استمرار أبو إسلام في سب الديانة المسيحية وإهانة عقيدتها ورموزها وقيامه بتمزيق الكتاب المقدس أمر ترفضه الأديان. وهنتطلع دلوقتي نشوف مع بعض أعزائي المشاهدين جزء من أو جزئين من اللي كان حاصل. أولا مشادة كانت ما بين أنصار أبو إسلام وما بين المحامين أمام القضاء، بعض المحامين وسيادته من أنصار أبو إسلام بيذكر أن في أحد الكهنة قال على القيادة العسكرية أنهم كفار. تخيلوا يعني احنا في ايه ولا في ايه، يعني بيجيبوا حاجات كده عجيبة المنظر. لكن اللي قاله كله أبو إسلام في الفترة اللي فاتت لا ما فيش مشاكل، ده انتوا عندكم كاهن كفر العسكر وكفر الجيش، هي دي بقى المشكلة، هي دي القضية اللي احنا نتكلم فيها وسيبكم من اي حاجة بيقولها أبو إسلام. وجزء ايضا من كان بعض النشطاء في شبرا معترضين طبعا ومنهم سيدات وعملوا مسيرة من شبرا من دوران شبرا للمكتب لدار القضاء لدار مبنى دار القضاء العالي علشان ايضا الاتهامات الفظيعة اللي قاعد بيتهم فيها المسيحيات وشرفهم والمشكلة اللي كانت حصلت وأحمد أبو دوما رد عليه مع وائل الإبراشي كلام كتير. خلونا مع بعض نشوف أجزاء من اللي حصل أمام المحكمة ومن المسيرة اللي كانت من سيدات وشباب شبرا اعتراضا على الأمور الصعبة اللي بيعملها هذا الشخص.
ومواطن بينتمي للبلد دي بقى مفزوع من اللي بيحصل، بقى مفزوع من اني لما اجي اقول لشيخ ما رئيس. يعني انا عايز اعرف اسال سؤال، لما احنا بنتكلم بقى عن الشريعه، هل من الشريعه ان كل الناس دي تقتل بايد السلطه ومفيش واحد يجرؤ كله يخرس ولا يجرؤ احد على انه يجي يقول هذا الحاكم ظالم لابد من الخروج عليه؟ على فكره ده واجب شرعي لو هم بيفهموا في الدين وعارفين الاسلام بيقول ايه. الحاكم اللي يسفك كل هذه الدماء وينتهك الاعراض، انا النهارده عندي كريم ناصر محمد جمعه وده شاب من التيار الشعبي او حزب الدستور، خطف من ميدان التحرير وتم اغتصابه في احد اقسام الشرطه، عنده 18 سنه ولا 17 سنه، مفيش واحد لسانه جابه لانه يبقى راجل زي ما بيقول اقتلوا الناس يقول ان الضابط اللي عمل ده يتقتل. ما تقول لي بقى حكم الشرع، ما تقول لي الدين بيقول ايه. احنا قدام زي ما طول الوقت من ايام ما القرآن ضرب لنا امثال بموسى وفرعون وغيره، احنا طول الوقت قدام امثلة، يا اما مجموعة من المطبلين للسلطة مرة باسم الدين ومرة باسم السياسة ومرة باسم الفن ومرة باسم مش عارف ايه، يا اما قدام مجموعة من لما يبقى قدامه خصم او مخالف في الرأي عنده حاجة من مجموعة خيارات، يا اما يستهزئ بيه ظنا منه او عدم ادراك ان هو كده بيستهزئ بنفسه زي ما فضيلة الشيخ العلامة الجعبس بيعمل مراكب دلوقتي في الحقيقة ان ده شيء حكاية المركب بيقول انا اسف يا دكتور انا اسف، الحقيقة ان دي اكبر رسالة للناس اللي بتتفرج علينا في البيوت. حكاية المركب دي يا ابو اسلام احنا بنتعامل الان انا اسف يا دكتور يا دكتور لو سمحت يا شيخ ابو اسلام حزين والله يا ابو ده استهزاء الموجودين يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل كتير يا دكتور حبيبي طيب 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 اجيب لك حله ميه تمشي يا ريت والله وحله سخنه يا ريت ان الكلام اللي حاصل ده اجيب لك حله ميه تمشي بيها سخنه لو سمحت شويه ميه سخنه. الصوره اللي حاصله قدام حضراتكم دي اهالينا اللي بيتفرجوا على البيوت هذا وحده يكفي لان حضراتكم تبقوا على يقين ان اللي بيتقال ده لا له علاقه بدين ولا له علاقه ببني ادمين ولا بمواطنين ولا بعقل. احنا محتاجين مستشفى مجانين تستوعب كل هذا الكم من الخبل والهراء والجنين. اسمح لي اختم اخيرا بكلمه. اعمل انت بلالين بقى اعمل بلالات كده. لا انا مش بهذا، انا عقلي لسه بني ادم في عقل بيحترم الاخر حتى لو كان مختلف معاه، وده اللي الاسلام قال لي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عاتبه في ايه وقال له عبس وتولى، مش عمل مراكب وقعد يهرج ويضحك وكاننا قاعدين في مراجيع. انا هختم بكلمه قالها احد علمائنا ومشايخنا اللي بنحترمهم لان كلامهم بيقول وبيعكس صوره الاسلام. يبررون التحرش، يحرضون على القتل، يشرعنون البزاءة، ينشرون الكراهية، ثم يتحدثون عن عظمة الإسلام. ليسوا علماء وليسوا شيوخا. طيب نعرض هذا المشهد لأنه يسيء لأصحابه، يسيء لشيوخ الفتنة، ويسيء لمن يتحدثون باسم الإسلام. أعتقد أنه المشهد يتنافى ويتناقض تماما مع آداب الإسلام أو الآداب التي تعلمناها من الإسلام، آداب الحديث وآداب التعامل في الحوارات وفي اللقاءات، بدلا من أن يلجأ الشيخ أبو إسلام إلى الحجة في مواجهة الحجة، إلى الأفكار في مواجهة الأفكار، إلى الرأي في مواجهة الرأي. للأسف الشديد شعر بالإفلاس التام وبالهزيمة التامة في الحوار، فلجأ إلى الحذاء ووضع حذاءه على منضدة الحوار. ماشي شب لا لا لو سمحت بس ده اسلوبك، ما بقاش ده حوار بقى، ده حوار ما بقاش ده حوار بقى لو سمحت لو سمحت لو سمحت. خلي حوارك صافي يا اخي لو سمحت احمد، لو سمحت انت راجل خلي حوارك صافي. احمد طب هطلع شوية طيار شوية طيار يلعبوا بينا. عيل زي ده عيل زي ده. طيب القرآن نفسه شتمهم، شتم امثال سيف يوسف، شتم هؤلاء واللي بعدهم واللي قبلهم واللي فوقه واللي تحته. طب اسمعوا انا بس ايات كتبتها في القران كده عشان ما انساهاش. فمثلي كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث وانت تتركه يلهث. دي سب ولا مش سب؟ ده ربك اللي بيسب، ربك اللي بيشتم. طيب كمثل الحمار يحمل اسفارا، عنده علم، دكتور طبيب ناجح، لكن الطب اللي شايله على كتفه ده ينفعه؟ لا، كالحمار يحمل اسفارا. خد الثانيه، انهم كالانعام او بل هم اضل.
بل هم أضل. ربك اللي بيشتم ده، الشتيمة دي من عند الله عز وجل، السب ده من عند الله عز وجل. خد مني مثل الذين، مثل الذي ينعق كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. أنا مش عايز أسمع تاني. في النهاية هو ده اللي هيدافع بيه عن نفسه، هيروح في المحكمة ويقول لك ده الله اللي بيشتم، ده النبي اللي بيشتم وبيسب. تفتكروا أنه هيتحاكم؟ ده الراجل قال لك النبي بيشتم والله بيسب، وأنه من حقه أنه يسب المسيحيين ويسب الليبراليين ويسب العلمانيين ويسب كل شعب الله، ويسب ويلعن ويعمل عمايل غريبة المنظر، وفي الآخر بيقول لك الله هو اللي بيقول لهم يعملوا كده. مش عايز، مش هينفع اقول كلام بالحقيقه. هل هيبقى في دوله؟ هل هذا الشخص هيتحاكم؟ لا اعلم، الله وحده اللي يعلم. اخر الاخبار بالنسبه لمشكله الفيوم والكنيسه والقس دوماديوس حبيب راعي كنيسه ماري جرجس، قالوا جاله تهديد بالقتل لو رجع الكنيسه. التهديد ده من مصدر مطلع من أهالي قرية سريسنا، بيقول كده أن بعض أنصار الجار المسلم المجاور للكنيسة قام بتهديد القس دوماديوس حبيب راعي، دوماديوس حبيب راعي كنيسة ماري جرجس، وأن هو لو رجع القرية تاني هيتقتل. وأيضا كان من ضمن الأشخاص اللي كانوا اتكلموا في قناة سي تي في على أنه أكد أنه في مشاكل في الكنيسة وأن في تكسير وفي حرق وفي الكلام ده كله، قاموا بتكسير محله. القطي اللي هو اتكلم وعمل مداخلة وأكد أن في مشكلة في الكنيسة قصروا له المحل بتاعه. هي دي بلدنا، هو ده القانون في بلدنا، هو ده الرئيس مرسي اللي هو قال أنه هو رئيس لكل المصريين. فينه من كل اللي بيحصل ده؟ وفينه من تهديدات بالقتل؟ وفينه من أبو إسلام؟ وفينه من كل ده؟ مش عارفة هو فين. هنروح ندور عليه زي ما كان باسم يوسف بيدور عليه. خلينا نتطرق على مشكلة تانية اللي معانا النهاردة. هي الحقيقة مش مشكلة، هي نتيجة طبعا ان احنا زي ما قلنا كنيسة الماريناب اللي كان برضو اتحرقت، واللي بعد كده ما اتحكمش فيها اي حد خالص، وبعدين ما كانش فيها، دخلت المشكلة وسط المشكلة لان الناس وقفوا عند مسبير وبيطالبوا بان الكنيسة تتبني تاني وان الكنيسة ترجع ويتقبض على الناس. كان يعني الحقيقة الرد عليهم بالدهس والقتل والعجن والطحن والمأساة اللي احنا شفناها. والقضيه لغايه دلوقتي ما تقدمش اي حد للمحاكمه، لكن احنا معانا دلوقتي ومع حضراتكم انه في اهالي شهداء مسبير وقدموا 50 فيديو لقاضي التحقيق لتكشف تورط الجنود، واتفتح التحقيق تاني. ومعانا الاستاذه سوما، الاستاذه سوما منصور، هي محاميه من مرصد المواطنه، ومعانا كمان الاستاذ وائل صابر اخو الشهيد ايمن صابر، وهيكلمونا عن انه دلوقتي ابتدت الفتح التحقيق تاني وليه اتفتح التحقيق. استاذه سوما برحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه اللي حصل؟ يعني هل فعلا هيتم التحقيق بجديه وفتح باب التحقيق بجديه؟ والجديد هي كانت عباره عن الفيديوهات دي اللي المفترض ان هي متقدمه من قبل كده، او يعني قولي لي انتوا استندتوا على ايه فتح التحقيق تاني والمطالبه بتحقيق جد في هذه القضيه؟ هو بالفعل التحقيق بدا بموجب بلاغات قدمناها يوم 29/9/2012 باسم اهالي الشهداء. البلاغات دي اتحولت لقاضي التحقيق ثروت بيه حماد، وبدأنا التحقيقات فيها بالفعل بسماع أقوال أهالي الشهداء المبلغين في وجودنا، طبعا في وجود المحامين. وكان آخر جلسة لينا في التحقيقات كانت امبارح، وقدمنا من خلالها الفيديوهات والفيديوهات كتير جدا، فيديوهات وفيديوهات كتير، وتوضح المأساة اللي حصلت من أول المسيرة لحد النهاية. من بداية المسيرة قد إيه كانت المسيرة سلمية لحد ما تم الاعتداء على المسيرة في نفق شبرا، وبعديها امام الهيلتون والبث اللي حصل وضرب النار، لحد ما المجندين كانوا بيفتخروا قد ايه هم قدروا يقتلوا المسيحيين بالرصاص، وبيسقفوا مع البلطجيه اللي كانوا موجودين بالليل بعد حظر التجول اللي المجلس العسكري اقره، على اساس ان كل الدلائل تنتهي وما نقدرش نوصل لدليل. لما النيابه تنزل عشان تعاين الموقع ما تلاقيش اي دليل، لكن الحمد لله ومساعدة ناس كتير جدا قدرنا نوصل لفيديوهات كتيرة قوي وقدمناها بالفعل في جلسة امبارح. طب حضرتك
يعني حضرتك شايفة انه يعني عفوا معلش استاذة سوما، يعني الحاجات دي كلها احنا شايفينها من زمان، يعني حتى حضرتك الفيديو مثلا اللي فيه الواحد من الشرطة من الجيش وهو بيفتخر وهو في الاتوبيس، والفيديوهات دي كلها احنا شايفينها من زمان، يعني هل هي دي اللي هتبقى الدليل دلوقتي القوي انه يتفتح التحقيق، ولا في حاجات تانية ظهرت، ولا يعني اديني يعني مش عارفة، أنا مش قادرة أفهم ليه التحقيق أساسا كان نايم وإن الفيديوهات دي ما تعتبرش حاجة جديدة. مفتوح وجاري فيه، ولسه كمان عندنا أمل إن ناس كتير جدا أول ما هتتأكد إن التحقيقات فتحت هتقدر تجيب الفيديوهات، إحنا معتمدين أكثر كمان على الفيديوهات اللي كانت بتتصور بالموبايلات الخاصة. أيوه يعني حضرتك اللي أنا فاهمه من حضرتك دلوقتي إن النيابة ما كانش معاها الفيديوهات دي، ولا كانت معاها يعني الفيديوهات دي موجودة من أول يوم في الحادثة يا أستاذة سومة، من أول يوم وإحنا شايفين كل المهزلة دي. لكن التحقيقات كانت شغالة على المتهمين اللي كان مقبوض عليهم اللي هم 53، منهم 34 كانوا محبوسين والباقي بتهمة التحريض، كان كل سير القضية إذا كانوا هم دولت ولا مش هم دول، حتى لما كان بيتم تفريغ الفيديوهات بيبصوا على اشكال المتهمين ولادنا اذا كانوا هم دول اللي ضربوا ولا مش هم دول اللي ضربوا، فده كان سر القضيه من وجهه نظر محدده، الى جانب ان حضرتك عارفه طبعا والكل عارف ان القضيه في البدايه خالص اتقسمت لقسمين، قسم اللي هو 14 شهيد اللي اتدهسوا دول كانوا في النيابه العسكريه وتم محاكمتهم محاكمه عسكريه، والشق الثاني كان في الدعاوي المدنيه امن دوله ثم قاضي تحقيق. القضية مشيت بالشكل ده، طبعا ده شيء غير قانوني لان المفروض ان القضية ما كانتش تنفصل اساسا. بالظبط كده بالظبط، وخصوصا ان الرسالة اللي على اساسها تم احالة الدعوة او وقائع مسيره، ان الرسالة رقم 82 اللي صادرة من رئيس مجلس الاعلى للقوات المسلحة وصفته رئيس الجمهورية، قالت فيها ان احداث مسيره والجاري التحقيق فيها امام النيابه العسكريه تحال الى النيابه العامه المختصه، يعني الوقائع بالكامل. بالظبط كده. لما مع ذلك اتقسمت. بالظبط كده، لما جينا ننفذ التوصيه بتاعه المجلس العسكري او المشير طنطاوي بصفه رئيس الجمهوريه في الوقت دوت، قالوا لا احنا اللي نحدد نشيل ايه وما نشيلش ايه، وبالفعل القضيه طبعا الكل عارف ايه اللي حصل، الدنيا ما كانتش ماشيه قانوني خالص، كان كل الموضوع ناحيه سياسيه مش اكتر، تحديقه من ناحيه وشد وجذب من ناحيه، ضغط على المتهمين، ضغط على كله لحد ما القضيه اتفصلت بالفعل. رغم الكل عارف قانونا لا يجوز فصل قضيه بالشكل ده اطلاقا. اتمنى لكم التوفيق يا استاذه سوم. طب احنا انا خلي حضرتك معانا الاستاذ وائل صابر ايضا اخو الشهيد ايمن صابر، وعايزين برحب بحضرتك استاذ وائل. اهلا بحضرتك. يا ترى انت راضي دلوقتي عن فتح القضيه مره تانية كده وحاسس ان في بارقه امل؟ بص احنا بنعمل اللي علينا، احنا بنعمل اللي علينا كقانون هنا في مصر. لان المساله متاثره قوي خصوصا بعد تعيين النائب العام الاخوان. فشايفين ان احنا بنحاول، هو طلب ادله جديده فاحنا جبنا له الادله الجديده، جايب له فيديو، هو المجلس العسكري كان بينكر اطلاق النار اساسا، جايب له فيديو جندي مصري بيفتخر انه ضرب واحد من المسيحيين في بطنه بالنار في قلبه. يعني مفيش دليل اكبر من كده. يعني حضرتك اللي تقدر تقوله انك بتعملوا اللي عليكم، ويعني مش هتفقدوا الامل ايضا. احنا ماشيين ورا القضيه، بس احنا بنستنفذ كل الطرق القانونيه اللي موجوده داخل مصر. احنا اتجاهنا وعارفين ان الطريق في مصر مش هيجيب نتيجه، بس في استنفاذ كل الطرق القانونيه لتدويل القضيه. تمام.
ربنا يكون معاكم يا استاذ وائل ومع كل اسر الشهداء الحقيقه اللي مش ممكن هننساهم طبعا. ويعني زي ما حضرتك بتقول ان انت بتستنفذ دلوقتي كل الطرق القانونيه لغايه ما تشوف الدنيا توصل لايه، وانه في النهايه هيكون مفيش غير التدويل لهذه القضيه. بشكرك استاذ وائل. بنعود للاستاذه سومه. استاذه سومه، يعني ده برضو فكره حضرتك ان دي، هل دي اخر مرحله بالنسبه لمرحله الاستخدام الطرق القانونيه في مصر؟ لا لسه، احنا قدامنا كمان في شق تاني مفتوح قدامنا، ان المتهمين ولادنا احنا طبعا تم حفظ القضيه بالنسبه لهم والنيابه عملت استئناف، والقضيه محجوزه لحكم يوم 28/2 على ضوء الحكم ده لسه القضيه. ثانيه واحده، يعني المتهمين من اولادنا غير الاثنين اللي تم الحكم عليهم بثلاث سنين اللي هم اتهموهم بسرقه السلاح، في لسه القضيه مفتوحه لمجموعة من الأقباط اللي كان تم القبض عليهم والإفراج عنهم تحت ذمة القضية، القضية دي لسه شغالة. لسه شغالة، الحكم بتاعها يوم 28/2، يا إما القضية تتحفظ يا إما القاضي يقرر إنه ينزل جزء ويسيب جزء، لسه الدنيا مفتوحة، لكن إحنا بنستنفذ كل قوتنا في القضية دي، ما حدش فينا هيسيب القضية دي إطلاقا، لا أهالي شهداء ولا محامين. يعني ده استحالة إن إحنا نسيب القضية ونقول مفيش أمل أو القانون مش هيتطبق في مصر. يوم 28/2 بإذن الله، حاسة إن حضرتك ممكن توصلوا الحكم ولا ممكن يكون في تأجيل؟ لسه مش عارفين، أنتِ عارفة الحاجات ديت بتبقى شوية منها على حسب ظروف البلد، على حسب ظروف القاضي نقول، لكن إحنا ماشيين خطوة بخطوة. تمام. على ضوء الخطوة اللي بتتحط قدامنا بيكون لينا خطة بتتغير بناء على الخطه اللي قدامنا اتحطت ازاي، ايه الخطوه اللي اتعملت. احنا دلوقتي بناشد كل الناس، اي حد معاه فيديو فيه صوره العسكري او شكله واضح وهو بيطلق النار يا ريت يتقدم بيه، احنا عايزين فيديوهات اكتر. طب ازاي حضرتك، يعني هل نعلن انه يبعتوا لنا مثلا، ولا انتوا عاملين اعلان لاي حد يتوجه، يعني فين المقر اللي بيتوجهوا بيه او يتم التواصل مع مين؟ طبعا احنا نتمنى ان الفيديوهات توصل لحضراتكم واحنا نوصل لها، احنا بنعلن على كل صفحاتنا، على صفحات اسر الشهداء، على الصفحات الشخصيه بتاعتنا كمحامين، من خلال ناس كتير قوي، من خلال كل القنوات بنعلن. اي حد عنده فيديو لواجهة عسكري ظاهر بيضرب نار او بيقوم بالضرب بالعصايه او ايا كان الفيديو، الوجه العسكري نفسه ظاهر او الرتبه اللي واقفه وراه ظاهره، ده هيفيدنا كتير جدا. تمام. احنا بنناشد المواطنين عن طريق قناتنا، وبنشكرك جدا استاذه سومه منصور، ونتمنى لك التوفيق، ويا رب يا رب نوصل يعني فعلا لحكم في هذه القضيه اللي رجت العالم كله، لكن احنا هنا في مصر قمنا بالقبض على اثنين من الاقباط وبتهمه ان هم سرقوا سلاح، وحكمنا عليهم بثلاث سنين، وتم الحكم على اثنين عساكر برضه قال لك ان هم دول اللي كانوا بيسوقوا المدرعات، لكن مين اللي امر ومين اللي كان ورا كل الموضوع ده لغايه دلوقتي مطلق سراحه حر طليق. فنتمنى بإذن الله أن احنا نوصل لكل ده. بنناشد مشاهدينا من فضلكم، بيظهر قدام حضراتكم الإيميل بتاع القناة info@karmatv.com، عندنا كمان الصفحة بتاعتنا، عندنا صفحتين ثلاثة على الفيسبوك، وممكن صفحة نشرة أخبار الكارما أو صفحة قناة الكارما. بنشدكم أن انتوا تبعتوا لنا وتبعتوا أي فيديوهات هتفيد في التحقيق، وزي ما بنقول بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا، وإن شاء الله ربنا بيظهر الحق، وحتى لو طال الوقت أكيد ربنا ما بينساش ولاده، وأكيد ربنا هيرجع لنا حقنا. إمتى؟ ده هو اللي يعلم بيه. خلينا نخرج فاصل ونرجع لحضراتكم أعزائي المشاهدين. احفظ بلادنا يا رب وإملا
احفظ بلادنا يا رب. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين وما زلنا مع حضراتكم النهاردة الاثنين حلقة الاثنين 18 فبراير 2013 وما زلنا بنناقش الأحداث اللي بتحصل. وزي ما قلت لحضراتكم من أهم الأحداث اللي على الساحة هو موضوع العصيان المدني في بورسعيد. ويسعدنا أعزائي المشاهدين أن يكون معنا ومع حضراتكم الآن الأستاذ جورج إسحاق، الأستاذ جورج إسحاق منسق حركة كفاية، وهو أيضا خير من يحدثنا عن الأمور بالنسبة لبورسعيد. أستاذ جورج برحب بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. الحقيقه كتير قوي بيحيوا بورسعيد وانه يعني اول مدينه يعني قام او نجح فيها الى الان لليوم الثالث على التوالي العصيان المدني. هل حضرتك شايف ان هو ده الحل الوحيد قدام مصر دلوقتي هو موضوع العصيان المدني؟ اولا لما يحصل ظلم من يوم 27 لغايه النهارده مره يتعين قاضي تحقيقات ولم تشرح جثة ولم يحقق في الأمر ولم تعاين الأماكن التي قتل فيها الناس، هذا يثير غضب الناس جدا. من حق الناس أنها تغضب. هذا الغضب غضب مشروع وليهم مطالب مهمة جدا، إن هم شهداء 43 يتعاملوا معاملة شهداء 25 يناير، وإقالة النائب العام وإقالة وزير الداخلية ومدير الأمن. يعني هذه المطالب مطالب يجب ان، وعلى فكره هذا العصيان المدني سيتكرر في مدن كثيره نتيجه للظلم وعدم استجابه النظام لاي طلبات للناس. وكل الاستجابات وقتيه وحاجات مؤقته لا ترضي الناس. ففي عصيان مدني بكره في المحله، في الاسكندريه، وينتقل من مكان الى اخر. فهو ده الموضوع، انه عندما يشعر الناس بالظلم والغضب وعدم استجابه لمطالب الناس سيؤدي الى عصيان مدني في كل مصر الى ان تتحقق المطالب.
طب اسمح لي معلش، يعني انا ببقى يعني حريصه في وجود حضرتك ان نحاول نشوف المشهد ككل. هل حضرتك دلوقتي في كتير قوي ملاحظين انه ايه اللي بيحصل من الشباب السائر والعصيان المدني واللي بيحصل في كل شويه دعوات وخروج للناس، وبعدين اعمال شغب بتحصل او اشتباكات ما بين الامن والمتظاهرين، وناس بتموت وناس بتعتقل وتعتقل وبعدين الدنيا تهدى. لكن على الجانب الاخر حضرتك لو ملاحظ، يعني كلنا ملاحظين الحقيقة أنه الخطة اللي موضوعة بالنسبة للتجهيز للانتخابات من قبل الحرية والعدالة ومن قبل الجماعة الحاكمة، أنه هم ماشيين في خط سير آخر خالص غير خط سير الشارع، ومحدش أساسا بيعلق على أي أحداث بتحصل. أستاذ جورج، ده حضرتك تقول لنا إيه عليه أو يعني تفسره بإيه؟ هم بيرهنوا على النفس الطويل، هم بيرهنوا على أنهم يتجاهلوا الناس تقع وتبطل تطالب. وده كان زمان قبل ثورة 25 يناير، كان ده ممكن. لكن بعد 25 يناير الناس بقت مصر على طلباتها، مصر على احتياجاتها، وبنقول ان الثورة مستمرة. الثورة لم تحقق اهدافها بعد، ولم يهدأ الناس الى ان تتحقق. يعني مثلا النهاردة على سبيل المثال دكتور مرسي بيقول اعادة المنطقة الحرة لبورسعيد. المنطقة الحرة لبورسعيد لم تقل، ومدها مبارك قبل ما ينتهي ولايته مرتين، فما فيش حاجه اسمها بورسعيد حر. هذا كلام من الاستهلاك المحلي وليس له اي قيمه. اللي احنا وقع الشهداء بسببه هو الكرامه الانسانيه. عايزين نستعيد الكرامه، مش ضرب الناس واعتقالهم وتهديدهم واتهاماتهم وتلصيق التهم بهم زي ما كان في ايام مبارك. ده لن يحل المشكله. الحل الامني لن يحل مشكله مصر الان. في ازمه اقتصاديه شديده، نحن نريد ان تستقر الاحوال حتى يستقر حال المصريين الاقتصادي. نحن بنطالب بمؤتمر سنعقده في حرق في جبهه الانقاذ لوضع حلول على الشورت تيرم واللونج تيرم بالنسبه للاقتصاد. هنبتدي نشتغل على الارض عشان نقول للناس احنا بس مش بنحتاج، احنا بنحتاج وبنقدم ايضا حلول. طيب بالنسبه لجبهه الانقاذ والكلام الكتير اللي قال انه في انقسامات وانه في ناس بتشتغل بشكل فردي وانه يعني مطالبات كثيره جدا لجبهه الانقاذ، ويمكن من ضمنهم الاستاذ عبد الحليم قنديل بيقول ان المفروض الجبهه يعني تعمل زي الشارع ما ماشي والا مش هيبقى لها وجود. رد حضرتك على الامور دي ايه؟ طبعا احنا بنتبنى مطالب الناس، ولكن انت ضروري عليك دور في توجيه هذه المطالب وتوظيفها بشكل جيد وبلورتها ووجودها على ارض الواقع. كل دي مطالب من الجبهه، ولذلك الاختلافات الموجوده داخل الجبهه خلاف في الراي وليس خلاف في الرؤى. في فرق بين الاثنين، يعني احنا متفقين على مطالب معينه، متفقين انه لو تحسنت شكل الانتخابات هنخش بقائمه موحده بمطالب موحده. كل ده هيبان في الايام القادمه. طب والاجتماع مع اعضاء من الحريه والعداله زي ما تم وقيل انه الدكتور البرادعي تحدث مع او اجتمع بالدكتور الكتاتني والكلام ده كله، ان في ناس مش راضيه على الامور دي كلها، يعني حضرتك تترجمه ازاي او ممكن نطمن مشاهدينا بالنسبه للجبهه انها ماشيه ازاي؟ انا عايز اقول لك ان احنا في يوم ما رجع الدكتور الكتاتني رحنا حوالي 35 شخصية مصرية إلى بيت الكتاتني، من ضمنهم كان سعد الكتاتني. فالدكتور البرادعي عرفه كويس، فهو طلب إنه يزوره في بيته. مش ممكن أبدا حد يطلب إنه يزوره في بيتي وأقول له لا ما تجيش، ما ينفعش. فهذه الزيارة لم يسفر عنها شيء على الإطلاق. يعني مش هيعتد بيها او يعني دي نعتبرها زي ما تتقال انها زياره شخصيه، لكن جبهه الانقاذ ما زالت هي الجبهه المتحدثه باسم بنبض الشارع او بمطالب الشعب في الشارع. اي حد من اعضاء اللجنه بيصرح تصريحات بره الجبهه هذا رايه الشخصي ولا يلزم احد. طيب وكان في اجتماع النهارده يا استاذ جورج، ولا حضرتك بتقول هيبقى في اجتماع ان شاء الله؟ يعني حدث بالفعل اجتماع النهارده ولا في اجتماع قريب لوضع يعني خطه العمل في الفتره القادمه؟ يوم الثلاثاء الساعه 1، يوم الثلاثاء الساعه 1.
نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. يعني واخر حاجه معلش استاذ جورج، يعني حضرتك متوقع ان مش هتكون في انتخابات في موعدها، وبناء على طبعا حكم المحكمه الدستوريه، لكن كمان لان المشهد السياسي غير ممهد بان يكون في انتخابات، ولا حضرتك شايف ان هيبقى في يعني قتال من قبل الجماعه الحاكمه علشان يكون في الانتخابات في موعدها؟ مفيش انتخابات والدم سايل على الارض، مفيش، ده مش هيحصل على الاطلاق. نتمنى عام مهيأ عشان نعمل انتخابات. تمام، نتمنى ده يا استاذ جورج. بنشكر حضرتك جدا، وزي ما حضرتك اعلنت لنا النهارده ان كمان هذا العصيان هو الحل الوحيد بالنسبه للي حاصل، وانه ليهم مطالب كمان. من ضمن الاشياء الحاجات اللي حصلت على فكره بالنسبه ل يعني خلينا الاول نتطرق لايه اللي كان حاصل وايه الفيديوهات اللي ابتدت تظهر علشان كده بقى في عصيان مدني. قناه الحياه الحقيقه في برنامج مصر الجديده فجروا من المراسله، مراسلتهم هناك الاستاذه رضوى رحيم، مراسلتهم في بورسعيد، ابتدت تقول تصريحات الحقيقه قويه جدا، وفي نفس الوقت هي كانت من الناس اللي كانت في الاحداث وصورت وعملت تقرير شامل عن الاحداث اللي حصلت في بورسعيد من ساعه ما الحكم تم النطق بيه. وهي تكسر لهم الكاميرا بتاعتهم على فكره، وتعرضوا تعرضوا لاعمال كثيره جدا، لكن الحقيقه يعني واتسرقت، احترقت سياره فريق العمل، ولكن هي نجحت بان هي تصور بعض المشاهد بالموبايل الخاص ليها. خلينا الاول نشوف مع بعض من قناه الحياه رضوى رحيم وهي كانت بتتكلم عن دخول، ان هي بتعلق على هذا الفيديو اللي تم نشره في جميع القنوات دلوقتي لناس كانوا على سطح اسم برج العرب في بورسعيد، والناس دول على سطح الاسم ما هماش ناس زي شرطه، ناس مدنيين. مين دول؟ فهنشوف تعليق الأستاذة رضوى على هذا الأمر ونرجع لحضراتكم. طب دول مثلا أنا شايف ثلاث أشخاص، واحد منهم ملسم. في الاثنين الموجودين اللي مش ملسمين ده فوق اسم العرب ببورسعيد بحي الأمين، ده من أكتر الأقسام اللي تعرض للضرب ومحاولة الهجوم. وأنا سألت في الحكاية دي، اتقال لي كلام كتير، اتقال لي إن هو أكتر قسم في حصل مشاغبات أو مشادات ما بين الضباط بتوعه وما بين بعض البلطجية في المنطقة، والبعض الثاني قال لي ده الاسم اللي كان فيه سلاح كتير جدا. بس اللي انا عايز اقول لحضرتك، الاثنين اللي كانوا بالفعل فوق السطح دول اثنين امناء شرطه. اما الشخص الثالث الملسم فده عليه علامه استفهام كبيره، لان هناك اقاويل في ايام احداث بورسعيد كان في اقوال وبعض الاخبار عن ظهور حوالي 500 واحد من كتائب القسام في بورسعيد. ان كان انا لا املك دليل حتى الان، وايضا من كتائب القسام اللي هي بتاعت فلسطين، ايوه بيجوا بورسعيد، ايوه ده تم ذكره ان هم دخلوا بالفعل بورسعيد. لحظات صعبة عجزنا عن رصدها بكاميرا شبكة تلفزيون قنوات الحياة، لاحتراق سيارة فريق العمل في موجة غضب فور النطق بالحكم. وهنا كان الواجب المهني والصحفي يقتضي أن أرصد وأسجل ما أراه كشاهدة عيان، وأنقى الأحداث عجزت عن التقاطها الكاميرات التي كان مجرد ظهورها يمثل خطرا على حياة حاملها. هي متطوعة هي أيام قضيتها بعد ستي الخاصة أنقل حكايات الرصاص والدم. كان التحرك في محيط سجن بورسعيد بعد النطق بالحكم أمر بالغ الخطورة، فالطلقة يمكن أن تأتيك من أي مكان كهذا الشاب. لان انت عارف ان احنا بعيد عن السجن حوالي 300 متر او حوالي 350 متر، فطبعا ده مسافه بعيده جدا طبعا. يعني اللي بيعدي من الشارع بس كان كده كانت القناصه بتجيبه. كان واحد مثلا كان معدي او ضربه اول مره، دوت ضربه في رجليه، بعد كده دوت واحد كان واقف في وسطينا خدها في دماغه، ده نزل على طول. طبعا عشان احنا نجيبه كان بيتضرب علينا نار، فطبعا تعاملنا معاه ان احنا جبناه من رجليه، وطبعا ده مات على طول. يعني كر وفر دخان يملأ المكان. لساعات استمر الحال هكذا في محيط سجن بورسعيد العمومي،
بقايا آثار الرصاص على الجدران وبقع الدم وصوت الطلقات، لحظات لا ينساها أهالي المنطقة ومنهم أسرة وأطفال الأستاذ عادل. أول ما القاضي خلص الاسم 21 محكوم عليهم بدأ ضرب نار عشوائي جامد. أول ما بسمع رصاص الفجر وكله بنقوم نعمل على الأرض ونهرب عندي هناك عند خد بالك باب الشارع، عشان هما اللي بيضربوا دول بيضربوا بعشوائي. خد بالك ما بيرعوش اللي في سكن، ما بيرعوش في أطفال، في ناس بتموت. وكنا بنشوف بعينينا والله العظيم، أنا كنت بشوف بعينيا الناس بتقع، يعني من ضرب السجن كان الناس بتقع في ضرب. كان أصحابي بيلمهم أكنهم بيلموا إيه؟ بيلموا خد بالك يا ربي لحمة من الشارع. حصيلة يوم واحد 35 قتيل وما يزيد عن 200 مصاب، وكانت أصابع الاتهام في هذه الفترة تشير إلى أهالي المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام بأنهم المسؤولين في إحداث هذه الفوضى. هم بيحملونا إن إحنا السبب في موت الناس اللي ماتت من عندنا. طبعا الناس اللي ماتت من عندنا دول إخواتنا ونزلوا ماتوا علشان هم مؤمنين بالناس دي إن هي مظلومة. لو هم مش مؤمنين بالناس دي ان هي مظلومه مش هينزلوا ومش هيموتوا علشاننا، واحنا دمهم فعلا في رقبتنا، بس احنا دمهم في رقبتنا عشان نجيبه لهم مش عشان نسيبه. مفاجاه بالحكم، يعني حكم ظالم، مفاجاه كبيره قوي. فطبعا كل واحد كان في عالم تاني، اللي راح المستشفى واللي بقى في الارض وبعدين احنا ولا عندنا ضرب نار ولا عندنا حاجات من دي خالص حصلت. يعني على اساس انا اللي كنت راكبه المصفحه اللي ماشيه في محمد علي بضرب الناس بالنار، أو أنا اللي كنت واقفة على السطح. طبعا الاعمال دي حتى لو هي رد وقالت ان الاثنين دول امناء شرطه، لان كان في مطالبه من الداخليه ان تعرفنا مين دول، وان قبل كده كان اليونو نيوز يعني عرض ايضا فيديوهات لواحد من القناصه ايضا كان من شباك الاسم بيضرب نار. طيب النار دي بتضرب عشوائي، يعني انتوا ايضا كاسم شرطه دي مصيبه ان انتوا بتضربوا النار عشوائي وموتوا كل العدد ده من البورسعيديه، دي كانت ايضا كارثه. علشان كده بورسعيد قعدوا يتكلموا ويطالبوا لكن ما شافوش ما لقوش اي حلول، ولا حد بيتكلم ولا حد بيصرح باي تصريحات ولا اي حد باصص لمطالبهم، فبالتالي قاموا بالعصيان المدني. العصيان المدني ده خرج فيه كل فئات الشعب، الطلاب والسيدات والقيادات السياسيه والشعبيه واهالي القتلى والجرحى في احداث العنف الاخيره، واعضاء من رابطه مشجعي كره النادي المصري والتروس جرين ايجلز واقارب المتهمين، وكل دول خرجوا من اقارب المتهمين في احداث مجزره الاستاذ بورسعيد اللي تم الحكم عليهم انه يتحول 21 منهم للمفتي. كل دول قاموا بالاضراب، وده انضم كمان اليهم نحو 3000 عامل بتبساند بورسعيد البحريه التابعه لهيئه قناه السويس، واللي بتعد مسؤوله عن صيانه وبناء السفن في قناه السويس. المشاركون في هذا الاعتصام بيطالبوا بتعيين قاضي مستقل للتحقيق في مقتل اكثر من 40 شخص واصابه اخرين بالرصاص حتى خلال احداث العنف اللي شهدتها المدينة الشهر الماضي، وعقب إقرار إحالة أوراق 21 متهم في مأساة أحداث استاد بورسعيد. ظهرت مشاركات واضحة للمرأة البورسعيدية في استمرار العصيان، حيث نظمت النساء مسيرات طافت أرجاء بورسعيد ورددن هتافات مناهضة للنظام ومطالبة بحق الشهداء ومحاكمة القتلى. خلونا مع بعض نشوف مشاهد من هذه التظاهرات والأعداد الحاشدة اللي خرجت في الشوارع بالنسبة للمطالبة بالحقوق، وأيضا رد واضح عن إزاي أنه يبقى في ناس من الشرطة على سطح الاسم بالمنظر ده بتقتل بطريقة عشوائية في الناس، يعني دون تحقيق حتى من مين اللي تحت، والنتيجة كانت هذه الحصيلة الكبيرة من القتلى في بورسعيد. Thank you.
سليمان الله يرحمه كان بيقول ان لا يستطيع اي نظام عاتي انه يقف امام عصيان مدني لمده 3 ايام او يومين على التوالي. فلغايه دلوقتي العصيان المدني في بورسعيد الحقيقه مستمر، وواضح انه في محافظات اخرى هتنضم لهذا العصيان المدني. معانا ومع حضراتكم الاستاذ صموئيل جوهر ناشط سياسي. برحب بحضرتك استاذ صموئيل. اهلا مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. بالنسبة اللي احنا متوقفين امام العصيان المدني اللي حادث الان بالنسبة لبورسعيد، يا ترى في قوة ثورية هي اللي نظم هذا العصيان؟ لا خالص، من الشعب البورسعيد رفض تماما تدخل اي قوة سياسية وحب ان الحركة تكون شعبية. يعني المجتمع البورسعيدي نفسه هو اللي اخرج الفكرة القضية دي خالص بعد تجاهل المسؤولين. طيب يعني حضرتك شايف انه تاثير العصيان المدني لغايه دلوقتي احنا يومين وداخلين في الثالث اهو، حضرتك شايف في اي تاثير على النظام الحاكم في مصر الى الان؟ النهارده يعني بدات بالليل كده يبتدي يبقى في تغير شويه في الموقف ان وزير العدل اعلن ان النائب القاضي الخطاب مصري احل موضوع المنطقه الحره لنادي الشورى. يعني محاولة لإعطاء الناس يعني، لكن طبعا هي خطوات غير كافية. طيب يعني انتوا المطالب الشعب في بورسعيد مش بس ندب قاضي للتحقيق، لكن في مطالب كمان بالنسبه اعتقد الفيديوهات اللي بدات تنتشر دلوقتي واللي اتقال عنها ان هي هتؤخذ بالنسبه للتحقيق، يعني هتؤخذ في الاعتبار الناس اللي لابسين زي مدني اللي كانوا على سطح القسم والقتل العشوائي والامور اللي كانت بتحصل من قبل الـ يعني القناصه اللي تابعين للداخليه، و وانه الامر ما كانش بس في حدود الاسم، يعني عفوا في عند حدود السجن بس، لكن احنا شفنا على في الشوارع يعني قناصه وناس بتقتل ناس ماشيين في الشوارع، هجوم حصل على الجنازه نفسها. فكل ده حضرتك يعني متوقع انه يكون في تصعيد تاني دلوقتي لانه المطالبه هنا ليها علاقه بالداخليه كمان؟ طبعا هو الموضوع متعلق بالظلم، اي انسان بيحس ان هو واقع عليه ظلم بيتصرف بيحاول يصعد، يعني بيحاول يصرخ. احنا في الحقيقه في الاحداث دي وحضرتك خدت بالك كان بدايه الاحداث كان اطلاق الضابط من قوه الحراسه على السجن. الضابط يعني طبعا كلنا متجوزين على فتره الاسرائيليه ديت وبنتكلم بمحاسبه اللي عملوا كده، هم فعلا قبضوا ثاني يوم على طول على 7 بلطجيه قالوا ان هم اللي قتلوا. الفيلم ده يعني تقديم العداله على الجميع لما نلاقي 46 واحد مقتولين في السويس، واحد مصاب من اصابات خطيره مقتول اللي قتلهم، يعني مفيش واحد اتنفس من اللي قتلهم دي. طيب في مثلا تحقيقات تحسين الدول الاعلامي عن الموضوع، طب الناس عملت بتودع شهداهم 30 كانوا خد ضرب، انا اول مره صراحه اشوف المشهد ده في حياتي، يعني ما اعتقدش ان انا ممكن ضرب على جنازه يعني وعلى صناديق، الناس شايله الصناديق سابتها في الشارع وجريت، يعني كان منظر صعب فعلا استاذ صمويل. شهيد بيجي فيها رصاص في دماغه، يعني انا مش متخيل ان ممكن يحصل يعني في التاريخ كله. فطبعا دي دراسه قضيه بعد ما عمل المسيرات وبعدين يفاجئ بقرار غريب جدا بقرار حجر السجان، وبعدين يطلع الرئيس يقول الاهالي بورسعيد جايبه جيرانه عايز يوقع طياره فوق السجن، كلام يعني مش عارف بصراحه بيتقال عليه ايه. فطبعا دي اجراءات قضائيه خطوه خطوه، والعصيان المدني يعني اخر خطوه بيبدا بيها الناس لما بيحصل كل ال وبعدين احنا عندنا هذه الثقه كبيره جدا في الصح. يعني دلوقتي اللي عاين اول تحقيقات ما هو وزير العدل، هو متهم بالاخوانيه. والوزير الداخليه محمد عبد ابراهيم يعني بيقدم مفرده ولا ايقاع للنظام الاخواني الجديد، والرئيس نفسه اخواني، عارفه يعني يعني ازمه ثقه كبيره جدا في جهات التحرير نفسها. يعني العصيان مستمر لانه زي ما بنقول الشعب دلوقتي مش هيضحك عليه تاني، يعني زي ما حضرتك ذكرت انه الامور كلها اللي حصلت اخوانه القطاعات كلها سواء وزير العدل او سواء وزير الداخليه، فاذا انه العصيان ده مش هيهدأ لمجرد بعض القرارات اللي ممكن تكون متشوهين البورسعيديه شايفين فيها ان دي للتهدئه فقط. ما ينفعش، ما ينفعش. العصيان بدا امبارح
كانت المنشآت والمؤسسات اللي شاركت في حالة كتير من شركة النهاردة، وهنتكلم لها بكرة كمان أن العاملين بهيئة الاستثمار اللي هيشتغلوا 4 ساعات بس عشان يدي فرصة لجميع العاملين اللي هم يستهدفوا المنشآت. احنا مش بس بنبقى عاملين اعتصام او اعتصام نجد او اضراب، لا ده كمان بيبقى في منشآت بتجوب المحافظة، وفي دلوقتي لو متابعين على شاشات التلفزيونات وكده هتلاقوا ان في يعني تظاهرة انتهت على بلادنا المحافظة ومعتصمين قدام بلادنا المحافظة. يعني في اعتصام كمان. تمام. تمام. عموما بالتوفيق استاذ صمويل، ونتمنى ان احنا يكون في تواصل ان شاء الله، ونطلع مع حضرتك في خلال حلقاتنا القادمه على ايه تطورات الموقف وايه هيكون استجابه الحكومه بالنسبه او النظام الحاكم في مصر لهذا العصيان والاعتصام امام محافظه زي ما حضرتك بتقول حاليا في بورسعيد. بنشكر استاذ صمويل جوهر الناشط السياسي وهو من بورسعيد طبعا، وكلمنا على الوضع شكله ايه. اعتقد في بعض الصور كده لو ممكن نخليها نعرضها كده مع بعض، يعني أعزائي المشاهدين وزميلنا المخرج. الصور بتبين لنا الحجم، طبعا احنا شفنا قد ايه كثافة العدد وهينضم اليهم مجموعات تانية. كمان عندما اراد هذا الشاب ان يعترض على مرسي بعد 100 يوم، انظروا ماذا حدث له من عنف وضرب على يد الاخوان. وده كانت دي الصورة دي من اسكندرية، علشان اللي كانت نازلة مع جمعة العنف ونبز العنف الحقيقة يعني، فكانوا بيفرجوهم مين اللي هو اساسا بيقود العنف. الشاب ده كان معترض على سياسة مرسي في 100 يوم، فمين بقى اللي بيقود العنف حضراتكم اللي عليهم كلهم علامات حمراء؟ دول هم اللي بيقودوا العنف وهم اللي بينبذوا العنف، سبحان الله. الهتافات في بورسعيد زي ما انتم شايفين السيدات، وكانت دي مظاهر الاول يوم بالنسبة للعصيان المدني، وكانوا بيقولوا عين ابنك في الطيران واسحل واقتل في الغلبان. أكتر من 5000 طالب ومواطن وأهالي الشهداء والمصابين زي ما قلت لحضراتكم راحوا، والألتروس النادي المصري راحوا المبنى المحافظة، وزي ما قال لنا أستاذ صمويل إن دلوقتي الثورة دي كانت ثورة طلاب، ثورة شعب بورسعيد ككل، وإن هم في كمان دلوقتي اعتصام عند مبنى المحافظة. كتير جدا أشادوا باللي بيحصل ده وقالوا عليهم إنهم أجدع ناس الحقيقة، ناس بورسعيد. وكان في ناس بتقول يا ريت الباقيين يعني يغيروا من هذا الأمر، وأستاذ جورج إسحاق كان قال لنا إنه غدا بإذن الله أعلنت المحلة والأسكندرية عن إن هيكون في عصيان مدني، فيمكن ده اللي إحنا منتظرينه. بالنسبة عندنا كمان لو نقلنا للأحداث يعني معلش بس ده كان في جمعة العنف، ده كان نبذ العنف عفوا مش جمعة العنف، هي جمعة العنف أو نبذ العنف. هذا الشخص بيقبل بن لادن، كان بن لادن هو الزعيم، والصور الكثيرة اللي كانت منتشرة لنبذ العنف هي كانت صور بن لادن، فدي أقوى صورة معبرة عن جمعة نبذ العنف. اللي حصل في نفس الجمعة دي نبذ العنف أيضا، اللي هو كان اعتداء على الكنيسة في الفيوم، ونبذ عنف النهاردة حصل اعتداء على كنيسة في طهطا. كل ده نبذ عنف الحقيقة، يعني زي الاستقرار كده اللي قال لك شوية استقرار حسيته بيهم من شوية، زي ما في بيحصل استقرار كده بيحصل برضو نبذ عنف واضح جدا وجالي للعالم كله. طيب خلينا نعود تاني للأحداث، معلش نرجع لبداية الأحداث اللي احنا كنا بنتكلم عن بعض الأخبار سريعة كده. توقفنا عند الخبر بالنسبة لي عندنا غموض في موقف جبهة الإنقاذ ما بين المبادرات الفردية والموقف الرسمي. البرادعي والسيد البدوي التقوا بسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، عمرو موسى التقى أيمن نور. أيمن الفترة اللي فاتت دي كان فكرة اتشهدت حاجات غريبة، وكان في كلام إنه هيحصل إقالة للحكومة وإنه هيجي أيمن نور مكان هشام أنديل، شوية أمور كده غريبة شوية، لكن إلى الآن ما فيش أي كلام واضح من الرئاسة غير الموضوع الإقالات اللي كانت حصلت بالنسبة لإقالة خالد عالم الدين، وبعد كده اللي استقال من نفسه اللي هو بسام الزرقاء مستشار الرئيس، وانه في دلوقتي امور ما بين حزب النور وما بين الرئاسه. لكن بالنسبه لكلام ايمن نور كلام لسه ما فيش تأكيد على أي حاجة. أنباء عن شرط استبعاد صباحي من جبهة الإنقاذ لإعطائها نصيب في حكومة ائتلافية.
طيب مصادر أشارت إلى تمسك حزب الحرية والعدالة بحكومة قنديل حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وجبهة الإنقاذ أصرت على إقالته، لكن كلاهما اتفق على ضرورة وضع ضمانات للانتخابات البرلمانية المقبلة حتى تشارك جبهة الإنقاذ فيها. الجدير بالذكر مصطفى بكري قال إن بعض المصادر أكدت له إن هناك مقترحات بتولية البرادعي رئاسة الوزراء لتخفيف الضغط على مؤسسة الرئاسة، لكنه توقع عدم قبول البرادعي. كل ده بقول لحضراتكم معلش، دي أخبار بتتداول، أنباء مش هنقول أخبار، أنباء بتتداول، لكن مفيش أي صحة للكلام ده كله. يعني اللي أنا قلته ده كله ده أمور فيها حاجات، الخبر الصحيح في الموضوع أنه في اجتماع تم ما بين البرادعي والسيد البدوي والكتاتني، لكن الكلام الباقي ده كله مفيش أي تأكيد ولا نفي ليه. كمان من الشائعات الأخرى، مصدر عسكري بيقول شائعة إقالة السيسي تثير غضب الضباط وإطلاقها انتحار سياسي ولاعب بكرة اللهب. من ضمن الأشياء الشائعات اللي حصلت كمان، أطلقوا شائعة بأنه دي يعني ترددت أمس حول وجود نية لإقالة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. أكدت مصادر مطلعة من داخل القوات المسلحة أن إطلاق هذه الشائعة أثار غضب الضباط والقادة، وعشان لأنهم بيرفضون المساس باستقرار المؤسسة العسكرية، معلنين أن قادة الجيش لن يكونوا لعبة في أيدي النظام أو أي نظام. اعتبر المصدر أن إطلاق تلك الشائعات هو لعب بكرة لهب، وسرعان ما تتضخم حتى تصل إلى الانفجار الذي لا يتمناه، لأنه لن يستطيع أحد أن يحتوي آثاره. المصدر قال أن حالة الاستياء داخل صفوف الجيش بدأت منذ حملات الإساءة المتعمدة والتشكيك في الجيش، والمحاولة الدائمة لتوجيه أصابع الاتهام إلى المؤسسة الوطنية العريقة التي أوفت بالعهد وفضلت استقرار البلاد وحملت الإرادة الشعبية وحمت الإرادة الشعبية بإنكار ذات طوال الفترة الانتقالية. هل الموضوع ده علشان الخبر اللي كان مؤكد بأنه إصرار حصل إصرار من الجيش المصري على هدم أنفاق غزة بمياه الصرف الصحي؟ هل الشائعة دي جاية من النظام؟ الشائعة دي جاية منين؟ من المستفيد في إطلاق مثل هذه الشائعة؟ لا أعلم، لكن اللي مؤكد أنه الجيش المصري هدم أنفاق غزة بمياه الصرف الصحي، وأصر على هذا الأمر بالرغم من رفض مجموعات من النظام الحاكم الحالي، واللي اتقال من الجيش ان انفاق غزه بتستخدم للتهريب عبر الحدود الى قطاع غزه التي تحكمها حماس، وتمثل الانفاق شريان حيوي ينقل اليها حوالي 30% من مجمل البضائع التي تنقل الى غزه، والجيش شايف ان في ده ان ده في خطر على مصر الحقيقه، وعلشان كده اصروا ان هم يعني يغلقوا هذه الأنفاق بمياه الصرف الصحي زي ما أنتم شايفين التقرير ده اللي كان من رويترز قدام حضراتكم. الشائعة دي ليها علاقة بقى بالنسبة لإقالة السيسي بالأنفاق ولا لأ؟ الله أعلم. طيب كمان موقف غريب الحقيقة، يعني نكتفي بهذا القدر بالنسبة للأنفاق. الألتراس يضربون ناشئ فريق بورسعيدي والوايت نايتس يهتف ضد باسم يوسف ولميس الحديدي. موقف غريب، قام عدد من ألتراس أهلاوي بضرب ناشئي نادي الرابط والأنوار البورسعيدي اللي حضروا القاهرة للقاء نادي الصيد في الكرة الطائرة، وقاموا بتحطيم الأوتوبيسات وإصابة 9 لاعبين، وهو ما يعد استمرار لغموض موقف الألتراس في ظل ما يتردد عن دعم خيرة الشاطر لهم. الفترة اللي فاتت تردد ان في دعم لقيرة الشاطر للألتراس، وبالتالي هذا الخبر جاء يؤكد هذا او يشير الى انه شكل الموضوع كده حقيقي، لانه ده اللي حصل، ان هم حطموا الاوتوبيسات كانوا بيتلفظوا بافظع الالفاظ ضد باسم يوسف وضد لميس، وده كان اثناء حضورهم مباراة الزمالك وامس، والبعض ارجع ذلك لاختراق الوايت نايتس من قبل حركة حازمون و كمان الجزء الثاني اللي هو خيرة الشاطر. طيب هننتقل للأخبار كده مع بعض بسرعة، ونشوف العرض للصحف اللي هتصدر معانا بإذن الله غدا. والحقيقة يمكن زي ما بنقول إنه إحنا يمكن عرضت على حضراتكم بعض الأمور اللي إحنا كنا تكلمنا عليها دلوقتي بالنسبة للي حاصل، لكن خلينا نتطرق كده مع بعض لنبدأ جولتنا من صحيفة المصري اليوم اللي هو عدد غدا 19 فبراير بإذن الله. صحيفة المصري اليوم في عناوينها الرئيسية تصدرت بتقول رئيس رسالة الجيش وصلت الاتحادية. رسالة الجيش وصلت الاتحادية. هل
يقصد بيها الرسالة بالنسبة للأنفاق ولا أي أنواع من الرسائل الأخرى، لكن عموما ده كان متصدر الصحيفة. بيقول كمان مصدر عسكري: الترويج لإقالة السيسي انتحار للنظام السياسي بأكمله. وده كان صباحا مصدر عسكري: ظهرا مصادر بالرئاسة لا نية للإقالة، عصرا المتحدث العسكري لم نصدر بيانات رسمية. يعني هم بيحاولوا إيه، المصري اليوم بيتطرق لإيه اللي تم على خلال اليوم النهاردة، الصبح كان إيه، الظهر كان إيه الخبر، العصر كان إيه الخبر. عمرو حمزاوي بيقول: كلنا مذنبون رئيسا وحكومة ومعارضة. غالبا زي ما كان عمرو أديب بيقول لك كلنا فشلة. النور يبكي من طعنة الإخوان، وهذا البكاء هتكون نتيجته إيه؟ ده اللي هننتظره في الأيام القادمة. الدستورية تبطل 4 نصوص من قانون الانتخابات. وكاتبين كمان خبر يمكن ده في آخر الصفحة، هو من تحت: 5 خبطات في دماغ الرئيس، في دماغ الرئاسة خلال أسبوع. الحقيقة الخبطات في دماغ البلد وفي دماغ الرئاسة وفي دماغ الكل في الفترة دي. لو انتقلنا لجريدة أو صحيفة التحرير، عدد غدا بتقول أيضا: الإخوان تلعب بالنار مع الجيش. الإخوان تلعب بالنار مع الجيش. يبقى احنا عندنا دلوقتي في شقين: شق الإخوان مع الجيش بيلعبوا بالنار، وشق كمان المشاكل اللي حصلة ما بين النور والرئاسة. فواضح الفترة اللي جاية هتكون بتشهد شوية كده معارك قوية. مصادر التلويح بإقالة السيسي انتحار للإخوان: بورسعيد لمرسي لن تستطيع إيقاف ثورتنا، والمنشآت الحيوية مغلقة حتى القصص. مستشار مرسي المقال بيقول: الإخوان غادرون ولن أرضى بأقل من اعتذار مرسي. الجماعة الإسلامية بتدعو من نادي شرطة سوهاج إلى تشكيل ميليشيات مسلحة لمواجهة الانفلات الأمني. هل ده هيبقى في سوهاج بس، ولا ان شاء الله هيتطبق في كل البلد بقى، ويبقى في مطالبه بميليشيات من الجماعه الاسلاميه ومن الاسلاميين علشان يحموا البلد مكان الامن؟ هم اساسا موجودين يعني في الامن. يعني اعاده تشريح جثه محمد الجندي امام لجنه ثلاثيه، ويمكن دي كانت زي ما انتم شايفين من اهم الاخبار اللي كانت في جريده التحرير. ننتقل لليوم السابع. اليوم السابع: غضب في الجيش بسبب الحرب على السيسي. تصدر هذا الخبر على فكرة كل العناوين، لأنه في إشارات كثيرة بتشير إلى أنه إشاعة إقالة السيسي جاية من الإخوان. والمعركة الأخرى: النور يعلن الحرب على الإخوان بعد إقالة عالم الدين. ياسر علي يكشف في كتاب جديد تفاصيل احتجاز طنطاوي وعنان، وده كتاب بعد ياسر علي ما خرج دلوقتي من أنه تم استبعاده كمتحدث رسمي. واضح أنه هو هيدينا شوية كتب. وثائق: إنجلترا وجهت الإخوان والسعودية لاغتيال عبد الناصر. إنجلترا وجهت الإخوان والسعودية لاغتيال عبد الناصر. ملف اغتيال عبد الناصر مفتوح اليومين دول، وهنحاول نتطرق إليه في الحلقات القادمة. حسن مالك: لدي اتصالات مع رشيد محمد رشيد، وأرغب في عودته لمصر، والإجراءات الاقتصادية الأشد ستكون بعد الانتخابات. حسن مالك كان له هذه التصريحات، وكان بيقول أيضا أن احنا قللنا قيمة الجنيه المصري أمام الدولار تنفيذا للاتفاقيات علشان خاطر القرض اللي هو المتفق عليه. البرادعي اتفق مع صباحي على تفاصيل اجتماع الكتاتني، وحمدين لم يحضر تنفيذا لقرار التيار الشعبي ورئيس الدستور ورئيس الدستور نقل عفوا معلش انا يمكن بس الخبر ده الدستور نقل لمؤسس التيار الشعبي نتائج الاجتماع نقل لمؤسس التيار الشعبي نتائج الاجتماع الثلاثي. في كمان الزند في رساله للقضاء: تهاوننا في الدفاع عن استقلالنا لن يغفره التاريخ. وزير الماليه عرض مشروع السكوك في اجتماع مجلس الوزراء يوم الاربع القادم. الدستورية تعيد قانون الانتخابات للشورى. ده يمكن كان أهم الحاجات اللي معانا النهاردة بالنسبة للأخبار أو بالنسبة للصحف الصادرة غدا بإذن الله. موضوع الزند ده الحقيقة يمكن عايزين نتوقف عنده، لأنه الزند كان اعترض جدا ودخل في مداخلات مع كثير من القنوات الفضائية المستشار أحمد الزند على أنه موضوع التحقيق معاهم والتهاون بالنسبة للقضاء، وكان الحقيقة بيتكلم بلهجة شديدة إلى حد ما.
فده كان يمكن من الأمور اللي كانت واضحة في الفترة اللي فاتت. من الحاجات اللي أيضا خلينا يعني موضوع تعيين نجل الرئيس مرسي كان أثار الجدل وكان في ردود أفعال كثير جدا. في النهاية نجل محمد مرسي قال لك أنا هتوقف عن تقديم أوراقي، وده الخبر اللي نزل في المصري اليوم. لكن هو يا حرام بيقول انه مش عارف هيلاقي هيتعين ازاي في البلد دي، لانه لو اتعين في اي وظيفه هيتم القيل والقال، وانه هيتم اتهامه واتهام والده زي ما بيحصل الايام اللي فاتت دي كلها بامور مش صحيحه. فالراجل دلوقتي هو بيقول انا مش عارف ازاي اشتغل في بلدي، فمش عارف ازاي الحقيقه يشتغل في بلده. لكن الاسوشيتد بريس كانت بتقول مرسي يعين نجله ويترك ملايين الشباب العاطل. الحقيقة يعني وزير الطيران كان ليه تصريحات غريبة جدا، كان بيقول ان نجل مرسي تفوق في الانجليزي والكمبيوتر، وانه لم نجامله بالتعيين، وانه هو شاف الاعلان بالصدفة، بالصدفة البحتة، كان جاي يزور واحد صاحبه في الوزارة وشاف الاعلان وتقدم بالصدفة وتم قبوله. ناس بدأت تنشر صور لانه ابن الرئيس جمال عبد الناصر كان يعني بيحق له ان هو يتعين في منصب معين، لكن جمال عبد الناصر رفض رفضا باتا علشان خاطر انه ما يبقاش في اي شبهات. الحسيني كان ليه الحقيقة رد جامد قوي 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 جدا، هو وعمرو أديب الحقيقة، على الامور دي كلها. فخلونا نشوف مع بعض يعني الحسيني كان بيقول ايه، وهو يمكن يعني الحقيقه شادت حيله شويه اليومين دول يوسف الحسيني، بالنسبه مش سايب اي حاجه بتحصل من الاخوان. وكان اخر كمان حاجه كان استضاف شخص من جماعه الاخوان المسلمين منفصل عنهم ايضا، واعترف وادلى بتصريحات خطيره جدا. يمكن نحاول نستعرض لحضراتكم بعضها الحلقه اللي جايه، لكن خلينا النهارده نشوف مع بعض وهو بيتكلم على تعيين ابن محمد مرسي بالنسبه لوزاره الطيران. ليه؟ الولد اتخرج لسه يا دوب بقاله سنه سنتين، طب قول ثلاثه، ومئات الالاف اللي بقالهم 11 و12 و13 سنه، طب واللي شايلين على اكتافهم ماجستير ودكتوراه وقاعدين على القهاوي ولا على الارصفه بيعتصموا وبيقولوا يا جماعه احنا عايزين نشتغل. لكن الولد اللي متخرج بالبكالوريوس بدرجه جيد من كليه التجاره في جامعه الزقازيق اشتغل، ويشتغل بمبلغ حتى لو 10 جنيه. ليه؟ هو ده السؤال المهم. هل هتثقوا في أن هذا الرئيس هو رئيس عادل؟ هل تثقوا في أن هذه القيادة الخارجة من جماعتكم هي قيادة عادلة؟ يا أخي كان يؤكله مصر الأول. هو الرئيس عرف يعين ابنه ومعرفش يأكل المصريين؟ وعم مجدي عبد الهادي ده يا ترى بيشتغل ايه؟ الأخ مجدي عبد الهادي هو أخ بقاله 30 سنة في جماعة الإخوان المسلمين، مسؤول إداري بالمكتب الإداري للإخوان المسلمين في عين شمس، عين شمس الغربية تحديداً. هو ده مجدي عبد الهادي. مجدي عبد الهادي هو أول مراقب جوي يتولى هذا المنصب، ليه؟ لأنه إخوان، مش عشان هو كفء. طيب، يعني كفاية علينا كده بالنسبة للمواضيع دي. في النهاية زي ما قلت لكم هو قال ان هو لن يستكمل اوراق تعيينه، وبيقول ازاي الاقي وظيفة في بلدي. والحقيقة كان في ناس كتير ردوا عليه وقالوا له عشان تلاقي وظيفة انزل وروح واعمل مقابلات، وبعدين في الاخر هتترفض والمسلسل والسيناريو اللي يعيني بيعاني منه كل الخريجين. مش معقول ان انت تبقى متخرج وتقول لي رحت عشان لقيت اعلان بالصدفة البحتة فتم تعيينك وانت لسه متخرج، وفي الالاف الحقيقة مش لاقيين شغله معاهم درجات علمية عالية جدا. من الأحداث اللي يعني هرجع تاني لموضوع الأحداث القبطية والخطف والكلام ده كله، وإن في كذا 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 خبر النهاردة الحاس توقفوني. لكن يعني من الأمور الإيجابية اللي حصلت خلينا نقول، وده بعتهولي الأستاذ إبرام لويس، إنه كان في النهاردة اجتماع جمعهم الرابطة مع نيافة الأنبا بخوميس، وإن هم كانوا بيحاولوا يدرسوا الحالات دي كلها بالنسبة لحالات الاختفاء والفتيات القبطيات اللي بتتم اختفائها. وبيقول لي إن احتمال إنه يكون في أخبار عن إعادة جلسات النصح والإرشاد. هنتطرق للأمر ده في حلقتنا اللي جاية إن شاء الله، ونعرض يعني نتيجة هذا الاجتماع الهام، ونرجو الصلاة من أجل كل الأحداث اللي بتحصل في مصر. نصلي من أجل كل المختفيات إنهم يرجعوا بالسلامة، سواء أولاد أو بنات، ونصلي أيضا من أجل إنه ربنا ياخد مصر كده ويهديها لبر الأمان والسلام بإذن الله. إلى اللقاء.